حب يسوع، حب يسوع لي محا خطيتي، محا خطيتي، على مكانتي، مكانتي، سر كرامتي، ووعده وثيق معي صوت يسوع لي يهمس داخلي، يهمس داخلي، يسلي غربتي ويحيي أملي، ووعده يسير معاك في الرحلة بتاعتك من أولها لآخرها، يمشي معاك في رحلة الألم لغاية لما يا الألم يخف يا يعليك من فوقيه. فهو لم يشفق على ابنه بل بذله للفداء. أحد الأحبة قال لي بص، وكان بينصحني كده، قال لي تروح من أي سكة في مواضيع الترانيم لازم تركن بعد كده عند الصليب. أي حتة تمشي من هنا تمشي من هنا لازم تيجي وتقف عند الصليب. الصليب هو الشفاء وهو الدواء وهو النصرة وهو الحياة الجديدة. عشان كده صاحب الترنيمة هو هنا بيقول له فهو لم يشفق على ابنه، راح للصليب. عندي فدائك وعندي أمانك وطمأنينتك وعندي حياتك الأبدية. ألقي على الرب همك عندما يغشى الليل كل ما فيه ضلال، يغدو ذا الليل منيرا بضياء رب السلام. ربك يؤتي الأغاني حتى في وسط الألام، يبدل الحزن بفرح ثابت على الدوام. على الرب همك فهو يعولك، ألق على الرب همك فهو يعولك، فهو يعولك، فاتكل عليه دوما واثقا في وعده، مثل طفل يستريح قلبك في حضنه. فهو لم ينسى رضيعا قد نسي من أمه، فالجأ إليه تحيا عليك رافعا
والكل يخضع لمجده، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام. وقف معايا في مليان سلام. أمور الله عجيبة، مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان ويسبب الأسباب. أمور الله عجيبة، مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان ويسبب الأسباب. إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبوع في صخرة، وإذا اشتد مجاعة يبعد خبزي ويا الغراب. أنا لاقي صخر الدهور، لا ينعس لا لا ينام قدامه في النور زي الظلام، والقدرة في إيده وحده مجده، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. محبة الله، محبة الله عجيبة تعلى فوق الجبال، محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال. بيت الله تعالى فوق الجبال، محبة كمان قريبة ثابتة في كل يا لحب ليك ليا حبه يطول أناته، لكل ولاده بناته أب مثالي ورعيته، هي كمال المثال. والكل يخضع لمجده، لأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. سلام الله ويبان، هو ده وقتك يا رب. تلقى المؤمن رغم الألم اعلنها، سلام الله عجيب ويبان وسط الخط، وانا واقف قدامك ارنم. تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر، ازاي؟ علشان في قلبه إيمان بالله رب الأمان. الناس شايفة جفاف وهو شايفه مطر، ده إلهي صخر الدهور لا ينعس أبدا، قدامه الكل واضح
رايح في النور زي الظلام، والقدرة في ايده وحده، والكل يخضع لمجده، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. هاليلويا. تفضل استريح. نقول ترنيمة كمان ولا ناخد اتنين؟ يبقى نقول ترنيمة طويلة. في ترنيمة عملها لنا أخونا الحبيب بهجت عدلي، حاولت أطلعها على الباوربوينت، مش عارف احتمال ما تجيش، لكن قرارها سهل قوي قوي قوي. بتكلم الله ليه كل المجد بالألقاب الحلوة اللي الكتاب علمها لنا إن احنا نقوله يا رئيس السلام. عارفينها؟ طب مش محتاجين باوربوينت، كويس كده يعني، راضيين يعني احنا بنرنم، مش محتاجين باوربوينت. يا رئيس السلام، يا مالك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بسلامك. احنا ساعات نروح نعزي حد واحنا مش متعزيين فنزود عليه، ساعات نصلي لحد في احتياج واحنا ما عندناش ايمان فنزود عليه الالم ونزود عليه الضغطه. احنا عايزين واحنا بنصلي وبنتشارك الالام يكون عندنا الايمان ده، اغمرنا بسلامك. عشمانين زرنا زيارة ليلة ما تخطر على البال، يعملها الرب، ياما عملها على مر التاريخ، من أول زمان قوي يعني. بستحضرني موقف لما بطرس خبط عليهم الباب ومش مصدقين انه يجي. انت مش مصدقين؟ قول بتصلوا ليه؟ انا بصلي لليلة ما تخطر على البال، يعني يدينا الرب ليلة ما تخطر على البال. امين. الاسيس بس اللي بيقول امين، وبس اللي عنده ايمان والكنيسة ايوه كده. طيب القرار السهل ده هنقوله مع بعض، اللي حافظ الكلام انا هحاول افكركم بيه. طلعت دي معجزه. عايزه واقفه تاني؟ ما هم تعبانين يا اخي. تعال نقف مع بعض. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا اله السلام، اغمرنا بسلامك كلنا سوا. يا مالك يا إله السلام بنستنى. مرة كمان كلنا. يا رئيس السلام، يا مالك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، يا مالك السلام، يا إله السلام، بنستنى. تعالى واهدي الحياة في الضلال، عشمانين زرنا زيارة لما تخطر على البال، حط ايدك علينا صالحنا يا فادينا، مع الله ويخلينا في سلام. يا رئيس السلام، يا مالك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بنستناك. ياللي وعدت انك تدينا اللي عندك من سلام، العواصف هيجي علينا، رسينا البر الامان. ناس كتيره تعبانين بالمرض متوجعين، بتقول هو الرب فين في الالام. يا رئيس السلام، اطرح عنا كل خوف، طمنا عايزين نشوف شخصك يا حنان.
اديله معايا. عدوي كل خير ضمها ورجع سلامها قلبينك وحدك لا غير. تعالى واشفي القلوب من الجروح ومن العيوب والبعيد خليه يدوب بالإيمان. نتميلي بسلام سماوي ونعظم اسم المسيح والتهليل يعلى له تاني مع الشكر والتسبيح. هي دي العلامة سبايح السلامة ما فيش تاني ملامة أبدا أبدا أبدا. رئيس السلام أغمرنا بسلامك يا رئيس السلام يا ملك السلام بنستناك يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام. أغمرنا بسلامك يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام بنستناك. اعتقد يا دوبك عرفناها مظبوط. كم واحد ما كانش سمعها قبل كده التنيمة دي؟ طيب طب احنا هنبتدي نقولها تاني. انا مش هقولها تاني. التنيمة دي جميلة قوي قوي وانا بشوف فيها بيوت بيحاول ابليس يمد ايده عليها. ربنا هيكسر ايد ابليس الممتدة على كل بيت والممتدة على كل واحد موجود في المكان. رنمها تاني بالإيمان وأنا عارف أنا بضغط على هاني بس نفسي أرنمها وأنا مصدق كل كلمة بقول له. تعالى تعالى يا يهوى الشلوم تعالى تاني يا رئيس السلام حل بسلامك علينا. أمين. هنقولها تاني. لا أنا مبسوط. تعالى واهدي الحيارة تعالى تايه في الضلال عشمانين زرنا زيارة ليلة ما تخطر على بال. تعالى واهدي الحيارة واللي تايه في الضلال عشمانين زرنا زيارة يا رب ليلة ما تخطر على البال. حطي ايدك علينا صالحنا يا فدينا مع الله ويخلينا في سلام. يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أمرنا بسلامك. يا رئيس السلام يا مالك السلام يا إله السلام بنستنى. يلي وعدت يلي وعدت إنك تدينا اللي عندك من سلام العواصف هيج علينا رسينا البر الأمان. ناس كتيرة تعبانين في المرض متوجعين بتقول هو الرب فين في الآلام. يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أغمرنا بسلامك. يا رئيس يا ملك يا إله بنستناك.
الشعوب في الحرب عاني زمن جلي في الأمان والحروب حوالينا زادت فوضى في كل مكان اطرح عنا كل خوف فنفض الوحش من يده نشوف شخصك في كل الظروف يا حنان يا رئيس السلام يا مالك السلام يا إله السلام اغمرنا بسلامك سمها إبليس عدوي كل خير ضمها ورجع سلامها وحدك تعالى واشفي القلوب من الجروح ومن العيوب والبعيد خليه يتوب بالإيمان يا رئيس يا مالك السلام يا إله السلام اغمرنا بسلامك يا رئيس السلام السلام يا إله السلام بنستنى نتميل بسلام سماوي ونعظم اسم المسيح والتهليل على لوتاني مع الشكر والتسبيح هي دي العلامة ذبايح السلامة ما فيش تاني ملامة مهما كان يا رئيس السلام يا مالك السلام يا إله السلام اغمرنا بسلامك يا رئيس السلام يا مالك السلام يا إله السلام بنستنى هللويا مجدا للرب سعيد أدانا في الصعيد ما يقولوش سعيد مبارك يقولوا سعيد مبه هلا كدر في موقف ما كتب أخونا الحبيب المرنم أخ ناصف صبحي موقف كده حصل له فكتب كده يا حياة القلب يا حبيب روحي ضامني أنا أبحث عن هذه الترنيمات الحقيقة من وقت للتاني وأحب أفكركم بيها ترنيمة بتقول فرحي فيك أنتوا فاكرينها يعني ولي فيك فرحتي يا نصرتي يعني اللي ما يعرفش الترنيم دي لازم يتعلمها ما تفوتش عليك يعني واللي عارف الترنيم دي أرجوك ما تنسهاش أنا فرحان بالرب مش عشان أي حاجة حصل حواليا أنا فرحان بالرب للرب نفسه يا حياة القلب يا حبيب روحي الأهل ستبقى أنت لي تضمني فيك يا نبع سروري فيك أنت لذتي أنشد ما دمت موجودا هنا ترنيمة غني له معايا فرحي فيك لا ينتهي ولي فيك ما اشتهي فرحتي يا نصرتي فرح ربي قوتي لا سواك بهجتي فرحي فيك فرحي فيك فرحي فيك قد ودعت
حزني واضطرابي أبدا. فيك يا راعي حياتي لا احتياج أبدا. لي مع الأيام في الآلام عهد قد رسى ربي بالعزاء للأفراح قلبي كرسا. فرحي فيك لا انتهي ولي فيك ما اشتهي. فرحتي يا نصرتي فرح ربي قوتي لا سواك بهجتي. فرحي فيك فرحي فيك فيك لا ينتهي فرحي فيك. ليس ما تعطي لنفسي يشغلني هاهنا. أنت أنت موضوع انشغالي وسجودي والسناء. فيك يا كل طموحي لي رجاء قد سما. أكمل هناك أفراحي في السماء. فرحي فيك لا ينتهي ولي فيك ما اشتهي. فرحتي لا سواك بهجتي. فرحي فيك فرحي فيك فرحي فيك لا ينتهي. فرحي فيك لا ينتهي. يا لما تيجي للرب كده بالإيمان ده وتقول له ليس ما تعطي لنفسي، يعني لو ما بتحصل مع البني أدمين بيديك أكتر. فكم بالحري من يعطي بسخاء ولا يعاير. لا يعاير دي الناس قالوا ما يعيرش، يعني ايوه ما هي اللي انت بتقولها صح. لا يعاير انه ما يعيركش، يعني مش واحد يسلفك مثلا بنطلون ويجي يقول لك مريحك البنطلون حلو عليك البنطلون، لا بس ده بيعايرك بحاجه. لكن لا يعاير كمان في المعنى الصحيح بتاعها، لا بيعايرش بيدي، لا يعاير ما فيش قسط يعني بيكبوا بيه، يعني يعطي بسخاء على قد كرمه على قد إحسانه. ليس ما تعطي لنفسي يشغلني هان. أنت أنا بحبك، أنت أنا عايزك، أنت أنا طالب وجهك. أنت ما في زي عمل إيديك، زيك إله هقضي حياتي. انت العالي وانت يلا وقف معايا. ما في زي عمل ايديك ولا في زيك اله اقضي حياتي. بسجد ليك انت العالي وانت الله مالكي يا مالكي. نطرح الجبروت قدامك نهرب بعيدك ويصير لينا الملكوت. مالكي يا مالكي قدامك نطرح تيجان. مالكي يا مالكي وحدك صاحب السلطان، وحدك كاشف الأسرار. كلامك سيف ذي حد أقسى القلوب ويغيرها في غمضة عين. مالكي
وحدك صاحي بسلطان، ولا في زي عمل ايديك، ولا في زيك اله. اقضي حياتي بسجد ليك، انت العالي وانت الله مالكي. وحدك صاحب السلطان. باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني، ليبارك اسمه، اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، بارك الرب ولا تنسي كل حسناتي. بارك يا نفس الرب، بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني، ليبارك اسمه، اسمه القدس. عايز أقول له كمان، أنا عزي بيك وفخري وما لي سواك، وعلى أيام يا ربي ما يسود إلاك، في الصحة والمرض، في القوة والضعف، في الشباب والشيبة، في الألم ومناطق الراحة، ولا يسود علي إلاك، ولا تذمر يخطفني منك، ولا شك وعدم يقينية يسحبني منك. أنت ما يسود على حياتي إلاك، ما أحلى السجود قدامك. أصلي في السجود يعني أش بعمل حركات ووطي وأقوم وأدي فروض أو ولاء الطاعة، لكن لما باجي قدامك ساجد بحس إن أنا رجعت لمكاني الطبيعي. هنا مكان ميلادي في حضرة الرب، وهنا مكان راحتي على الأبدية في حضرة الرب. أنشد بالعود.
هات اخر صوتك للرب وصوتي ليك هيعلى بهتاف اناشيد ولانك عايش فيا ايامي عيد وبتغني حياتي جنبك بالمواعيد لا يملك قلبي امامك غير السجود تحلى السجود امامك انجيب العود لجلالك ابدا ابدا وسراج لرجلي كلامك وماشي وراك وعلى ايامي يا ربي ما يسود الا ما يملك قلبي امامك غير السجود اسمك موجود في قلوبنا يا رب في وسط الكنيسة نعظمك نشكرك نباركك لك المجد لك كل الكرامة لك الكرامة لك التتويج تلقى أمامك جميع تيجاننا كل ما نملك لا يستحق ليس ما تعطي لنفسي يشغلني ها هنا أنت موضوع انشغالي وسجودي والسنة أنت عريس فرحنا يا رب أنت المركز أنت الأساس وأنت القيمة وانت البداية وانت النهاية انت الباب وانت الطريق انت الفرحة وسنيد الألم ورفيق الدرب ادينا رب نغني لك طول العمر ادينا نكرم اسمك طول العمر يا مؤتي الليالي في الأغاني يا مفرح قلوبنا يا سبب فرحة قلوبنا ادينا نكرم اسمك بالتسبيح ليست فقط الملحنة والكلمات الشعرية لكن بالقلب والحياة والمسلك والفكر والاختيار والاتضاع نعطيك التسبيح وكل الكرامة ليك الكرامة ليك الكرامة في اسم المسيح
هاللويا. نبتاية صغيرة بزراية كانت جوه قلب إنسان. بزراية دي كانت أشواق جوه قلبه، رؤية جواه. كانت الأشواق مليا إنه ربنا يعمل حاجة هو مصدقها وهو شايفها. قبل ما البزراية دي تتحط في الأرض، صامويل جه على نيوجيرسي وقعدنا مع بعض وقال لي نفسي أزرع البزراية، نفسي أحطها، نفسي أحط البزراية. والبزراية اتعملت في بيسمنت جوه البيت علشان تطلع لينا قناة فضائية. ما كناش نحلم في يوم من الأيام، أنا بتكلم الصدق في المسيح ولا أجامل، كناش نحلم في يوم من الأيام إن القناة الصغيرة اللي كانت جوه البيسمنت تبقى بركة لكل العالم. عشان كده أنا بقدم الأخ صموئيل. الأول بنشكرك، نشكر رب لأجلك ولأجل وجودك معنا، وبقدم الشكر لإخواتي وأخواتي اللي بيساعدونا في نقل المؤتمر على الهواء، وفعلا ده بركة لينا وبركة لكل العالم، فنشكر ربنا. فصامويل اللي جوه قلبك شارك بيه معنا. ربنا يبارككم. قد ايه سعيد جدا ان انا اكون معاكم في المؤتمر ده. اول مره اكون موجود معاكم في المؤتمر بتاع الكنيسه، وتاني مره اكون في ألين تاون من ساعه ما ابتدت قناه الكرمه من 11 سنه فاتت. بمجد الرب جدا لاجلكم، بشكر ربنا لاجل عمله في الكنيسه ولاجل اسيس رائف ولاجل المؤتمر ولاجل حضراتكم ولاجل خدام الرب الامناء اللي موجودين معانا، الدكتور الاخ ايليا كرولوس والدكتور حليم و الدكتور جمال، الأسيس جمال والدكتور رضا وأخ هاني روماني وكل خدام الأحباء اللي موجودين اللي بيشاركوا، وليكوا حق الإضاءة هنا جامدة فعلا. أنا بشكر الرب في البداية لأجل العمل ده. العمل ده مش بتاعي، العمل ده بتاع كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. عارفين المسؤولية مش مسؤوليتي، اللي احنا بين إيدينا هو رسالة حية وفعالة وأقوى من كل سيف ذي حدين، والرسالة اللي في إيدينا مش إحنا الـ200 شخص اللي موجودين في الكنيسة اللي محتاجينها بس، لكن عارفين كم واحد محتاجها؟ كم واحد؟ كل العالم. عارفين إحنا عندنا هنا في بنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي والمنطقة اللي حوالينا عندنا كم واحد بيتكلم عربي؟ يمكن أكتر من 200,000، صح؟ طبعاً أكتر بكتير، كتير كتير، يمكن أضعاف كده. لكن الرسالة اللي عندنا تبقى حرام إن عندنا الرسالة القوية المغيرة دي واللي يستمتع بيها هم العدد القليل اللي موجود في كنايسنا بس. الرسالة دي عارفين المسيح دفع دمه ثمن ليها، صح ولا لأ؟ لما يكون عندنا حاجة ثمينة وغالية جدا عندنا بنعمل فيها إيه؟ بنلفها ونحطها تحت البلاطة ونسيبها؟ ولا مثلا لو واحدة عندها حاجة ذهب بتحب تلبسها وتخرج بيها، واحد عنده عربية كويسة بيحطها في الجراج ويركنها؟ لا، عايز يخرج بيها. احنا عندنا رسالة، مش بقى حاجة حلوة نفتخر بيها وخلاص، ده العالم من غيرها بيأكل بعضه ويقتل بعضه، وبنشوف كل يوم في النيوز والأخبار إيه اللي بيحصل يعني، وكمان تمنها غالي جدا جدا جدا. طب ازاي نقدر نقدمها للناس؟ ازاي بنحاول؟ انا عارف ان كلنا بنحاول. عندنا المؤتمر بتاعنا شعاره ايه؟ وقت الاستخدام، صح؟ كلنا بنيجي نسلم حياتنا للمسيح، نتقدس، نتكرس، عايزين ننطلق للخدمة، صح؟ وبنروح احيانا الناس مننا تروح كأنها بتخبط في حيطة قدامها ومش عارف اعمل ايه. انا جوايا كنز، جوانا كنز عايزين نقدمه للناس، ده دوري وده دور كل واحد فينا، صح يا خيلية؟ دورنا ده ان احنا نقدم الرسالة الحية الفعالة دي ونقدمها للنفوس. ازاي نقدمها؟ ازاي ربنا اوجد طريقه دلوقتي انه اللي مش عايز يجي واللي مش قادر يجي والظروف ما تسمحش انه يجي الكنيسه، احنا بننقل له الخدمه، بننقل له الكنيسه. وكم واحد محتاج؟ ملايين. لو احنا بنتكلم على بالعربي عندنا كم مليون شخص بيتكلم عربي؟ اكتر من 350، اكتر من 500 مليون بيتكلموا عربي،
واللي جايين من خلفيات محتاجة المسيح جدا دلوقتي بالذات، بنلاقيهم كام؟ 1.7 بليون بيبو، كتير، ومحتاجين نوصل لهم الرسالة. ده اللي الرب حطه على قلوبنا، ان احنا نشتغل ونوصل رسالة المسيح دي ويعمل تأثير في العالم ويغير العالم. خلي بالكو، احنا لما في شعارنا لما بنقول نكسب او نجيب ملايين المسيح، مش انا، لكن المسيح نفسه هو اللي طلب مننا ان احنا نوصل الرسالة، هو المسؤول عنها بروح القدس، بيقدر يوصلها ويغير النفوس. على فكرة الكلام اللي احنا بنقوله حقيقي، الخدمات اللي اخواتي بيخدموا بيها ويقعدوا يعلوا صوتهم ويتنرفزوا ويتنططوا على المنبر ساعات كمان، دي رسالة حية وقوية وليها تأثير حقيقي. تعالوا شوفوا عندنا في القناة قد ايه ناس بتتصل وتقول انا حياتي اتغيرت، ومن خلفيات مش ممكن حد يتصل يقول انا كنت قتلت كم مسيحي قبل كده، لكن ربنا اتعامل معايا من خلال الارسال بتاعكم حياتي اتغيرت، انا كان اسمي فلان الفلاني لكن دلوقتي انا اكتشفت حاجة جديدة. على فكرة اللي بنقدمه في قناة الكارما رسالة حب، احنا مش بنطلب من حد يجي يقول انا اتغيرت بقى اسمي مش عارف ايه وبقى اسمي ايه دلوقتي، نو نو، احنا مش عايزين كده. احنا بنقول الناس خليك زي ما انت، بس اعرف المسيح مخلص شخصي لحياتك وحياتك هتتغير بالكامل. ده هدفنا في قناة الكارما، ده العمل اللي ربنا حطه. عشان كده انا بقول دايما في كل وقت ان العمل ده مش بتاعي، ده بتاع كل واحد فينا. صدقني الرسالة اللي عندنا والحياة اللي أنا دقتها واللي أنت دقتها تستاهل إنك تقعد صاحي حتى ما تنامش وتروح وتمشي وتسافر. وفي ناس بتضحي بحياتها، في خدام بيسافروا بلاد وبلاد ويقضي كل حياتها في سفر، وفي ناس تاني ممكن يضحوا بحياتهم. تلاميذ المسيح ضحوا بحياتهم، العالم كله ملهوش تمن. الرسالة اللي عندنا قوية وفعالة وتمنها غالي جدا وتستاهل إن احنا نحط حياتنا علشانها. أنا بحط حياتي عشان خاطر أوصل رسالة المسيح للعالم كله، وإحنا كمان كده. العمل النبتة الصغيرة اللي ابتدت، إحنا ما عندناش في كاليفورنيا بيسمنت، عارفين كاليفورنيا أنتوا عندكم هنا بيسمنت، إحنا عندنا البيت دور واحد بتاعنا هو ثلاثة كار جراج والبيت. طبعا لما ابتدينا الخدمة ربنا حط على قلبي الرؤية دي من بعد بكرة يبقى 14 سنة ونص، ابتدينا بالإيمان. دلوقتي قناة الكارما طبعا تابعتوا عارفين ايه اللي بيحصل في كل الايفنتس اللي فاتت بنتكلم عنها كتير، لكن اقول لكم النهاردة احنا فين وعايزين ايه وبنصلي لايه، وانتوا معانا نقدر نعمل ايه ازاي. انا الواحد يقدر اعمل حاجة؟ مقدرش، لكن احنا كلنا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح. انا بقول يعني هتكلم معاكم لو نقدر نطلع على الشاشة الحاجات الموجودة، مش عارف نقدر الشباب. حاول أجري عشان الوقت، طبعا عارفين قناة الكارما مش عارف في ريسبوند ولا لا. دي الصور، انا برحب بيكم كلكم لما تيجوا كاليفورنيا تيجوا تزوروا القناه، في ناس من حضراتكم جم وشافوا، برحب بيكم تيجوا وتزوروا العمل ده. ربنا باركنا، لكن الكارما ما بقتش بس قناه، لكن احنا غيرنا اسمها بقيت الكارما نتورك. ليه؟ لان فيها حاجات كتيره جدا، طبعا انا مش شايف من هنا لكن احاول بقدر الامكان. هنا الكارما النهارده فيها 12 ساتلايت، مش احنا بنملكهم، احنا مأجرين عليهم. ليه 12 ساتلايت؟ بيغطوا تقريبا، هوريكم بعد شويه خريطه، تقريبا كل العالم. انا شخصيا لو تيجي تسالني وتقولي ايه لازمه الساتلايت دي، انا بقول لك لو ربنا مديني فرصه اروح كل مكان بيذيع اي حاجه احط فيها رساله الانجيل هعمل كده. ده اكشولي انا بقدم رساله النهارده وقدمتها قبل كده لكل بلدنا العربيه العزيزه، لو مثلا سوريا، العراق، مصر، الاردن، لبنان، ليبيا، اليمن، السعودية، كل البلاد اللي بتعاني من اللي انتوا عارفينه وبتشوفوه. انا بقول النهاردة لكل وزراء الاعلام ولرؤساء الدول، لو يدونا فرصة لقناة الكارما نزيع الارسال بتاع القناة حتى لو كل يوم ساعتين، انا واثق ان البلاد دي هيحصل فيها تغيير، لان البلاد دي محتاجة ايه؟ محتاجة المسيح. مش بنقول تعالوا غيروا الناس يبقوا مسيحيين، نو. الناس اللي انت بتحاول كوزير ولا كرئيس بتحاول تخلي الناس يبقى ولاءها ليك، مش ممكن يكون ولاءها ليك وابليس مالي حياته. ابليس هو مصدر كل شر، شيل مصدر الشر من قلبه، هتحط مصدر الحب، الشخص ده هيتحول هيبقى ايه؟
اللي انت بتدور عليه واللي انت بتحاول تعمله كمسؤول في بلدك. فانا بصلي ان مش يكون ارسال على 12 ساتلايت، على كل مكان بيزيع احط في رساله الانجيل. تخيلوا نفتح في بلادنا نلاقي رساله الانجيل موجوده على القناه مش عارف كام، وعلى القناه كام، والقنوات المحليه الدوليه او القناه المحليه في بلادنا. احنا محتاجين المسيح يوصل، محتاجين المسيح يوصل، مش لزيادة مرة تاني، مش لزيادة عدد المسيحيين، لكن لتغيير العالم. فده اللي بنعمله. الكارما موجودة على 12 ساتلايت، موجودة كمان، أنا يمكن مش قادر أشوف كويس من هنا، لكن support needy families. فاحنا بنعمل كده في القناة، بس مش الكارما هي بتزيع على الإرسال، لكن في ناس بيضطهدوا لأجل اسم المسيح ومش عارفين يعملوا إيه، وبيتصلوا بينا. اللي احنا بنقدر نعمله بنقدر نعمله، بنبعت على قد ما بنقدر من مساعدات مادية ومساعدات مختلفة عشان نقدر نساعد الناس المضطهدين دول. مين يقدر يساعدهم؟ احنا لو عندنا إمكانية بنعمل كده، بنعمل كده. وفي جزء من البادجت بتاع قناة الكارما، 10% من مصاريف قناة الكارما بتروح لعشورنا. احنا كقناة بنعمل كده، وانا عارف ان في كنايس بتعمل كده كمان، انها بتطلع عشورها لخدمات تانية. فاحنا بنعمل كده عشان نساعد الخدمات المضطهدين لاجل اسم يسوع، وبترعى عائلات مختلفة، اعداد كبيرة في مصر والشرق الاوسط، واطفال حضراتكم بتسمعوا كتير بنقول كمان من وقت لوقت على الشاشة. السوشيال ميديا، لو حضرتك فتحت على الفيسبوك مثلا يعني، هتلاقي عارف عندنا كم عدو في الفيسبوك؟ عندنا ما يقرب من 1.3 مليون اعضاء. اكبر موقع او اكبر سوشيال ميديا مسيحية في العالم تقريبا. انا مش عارف ان كان في حد تاني اكبر من كده ولا لا، لكن هي قناة الكارما النهاردة. لما بنبعت حاجة بتوصل لملايين في دقايق، فدي حاجة رائعة ربنا بيستخدمنا فيها. طبعا في تويتر وفي باقي السوشيال ميديا والحاجات المختلفة، في اونلاين ستريمينج اللي بتقدر تشوفوه على الايفون والايباد والاندرويد والحاجات دي كلها. كونسلنج تيم، عندنا فريق في جوه قناه الكارما. قناه الكارما فيها 45 موظف، 45 شخص بيقبضوا بياخدوا يعني مرتبات شهريه، غير الناس المتطوعين اللي بيساعدوا، اللي بيحصل احيانا على مدى السنه ممكن يكون عندنا بالمية واكتر شخص بيساعدوا دول ناس. وفي ناس بيجي حضراتكم قلتوا لي اختبارات كتير، ويمكن في كل انحاء العالم نقدر نشوف كده، ان في ناس بيرد على التليفونات وبيصلوا مع ناس كتير محتاجين، ونشوف المعجزات اللي ربنا بيعملها. حاجه تاني بسرعه، عندنا برودكشن هاوس، عندنا استوديو رائع، بنرحب بيكم تيجوا تشوفوا. نقدر نعمل حاجات تشرف وحاجات تليق باسم يسوع، نقدر نوصل بيها للعالم العربي والسيكولر ميديا. عندنا بنغطي الايفنتس، زي ما يكون في مؤتمرات زي كده اهو، احيانا بيبقى في مؤتمرين وثلاثه، واحيانا في بعض الاحيان بيبقى اربعه مؤتمرات بث مباشر على قنوات مختلفه للكارما بنقدر نعملها، زي ما بيكون في بث مباشر دلوقتي هنا، امبارح كان في، بكره الصبح هيكون في بث مباشر من المؤتمر، وفي بث مباشر من قصر الدباره، واحيانا بنشوف بث مباشر من حتت مختلفه في نفس الوقت. فنشكر ربنا لاجل التغطيه دي. عندنا كمان حاجه ربنا باركنا بيها دلوقتي، انه على الميديا الامريكيه لما تيجي تقلب هتلاقي قناه الكارما حطيناها. عارفين الدعوه اللي انا كنت بقول عليها الدعم من شويه دي للرؤساء في الميدل ايست والوزراء؟ دلوقتي ربنا باركنا ان في كاليفورنيا تقلب في التلفزيون المحلي هتلاقي قناه الكارما موجوده. حاجه من مجد ربنا عليها. ليه؟ اقول لك، لما بتيجي تقلب عندنا في قنوات مختلفة على اللوكال، انت لا محتاج دش ولا محتاج اي حاجة خالص، كل الحكاية بتجيب انتنة. عارفين الانتنة الاريال بتاع مصر ده؟ بتحطه في التلفزيون اللي انت بتجيبه من وول مارت ولا كاسكو، تحط فيه الانتنة دي وتعمل سكان وتلاقي قناة الكارما موجودة. ده في كاليفورنيا رقم 27-5. لما تقلب كمان شوية هتلاقي فيه قنوات تانية، بس قنوات تانية ايه؟ عارفين؟ احبائنا اللي احنا بنحبهم ونوصلهم رسالة المسيح، هم كمان شغالين، بس شغالين يمكن انشط مننا كمان. بتقلب بتلاقي قناة 35 عندنا في كاليفورنيا، 35-2 35-6، بتلاقي واحدة منهم اسمها Peace TV، قناة السلام. بدي بتعمل ايه؟ احبائنا اللي احنا بنحاول نوصل لهم رسالة المسيح، هم كمان بيحاولوا يوصلوا الرسالة اللي عندهم، صح؟ هم بيؤمنوا بكده، بس انا ما اقدرش اقعد اسمع اشوف هم بيعملوا كده وانا اللي عندي الرسالة المغيرة اللي اختبرناها وسكتين عليها. لازم انا كمان اقدمها للناس، لازم اوصل بيها بكل طريقه ممكنه. فتلاقي عندنا قناتين اسلاميتين في امريكا في الارسال المحلي الامريكي بتبشر 24 ساعه طبعا بالاسلام. هم بيعملوا اللي بيؤمنوا بيه، واحنا بنحبهم، بنحب نقدم لهم الرساله ونقول لهم تعالوا شوفوا حاجه مختلفه.
ففي ضرورة ان احنا نوصل النهاردة، وان احنا ما وصلناش يبقى احنا متقاعسين، يبقى احنا مقصرين، يبقى ما نجيش نلوم نفسينا بعد كده ونقول عيالنا واولادنا واللي مش عارف خرجنا من مصر حصل ايه وجينا هنا، ما يبقى اللوم علينا احنا. فعشان كده ربنا حاطط على قلوبنا ان احنا نعمل كده، والدور ده مش دوري لكن دورنا كلنا مع بعض. وانا اقول لكم ازاي، انا هجري بسرعه بقى الوقت اللي جاي. احنا شعارنا millions for Christ، ونشكر الرب بنقدر نجيب ملايين للمسيح. انا مش عارف دي الصوره اللي فاتت ولا الساتلايتس اللي بتغطي العالم كله، انا هجريهم بسرعه. بتغطي دول 12 تردد بيغطوا العالم كله تقريبا، ابتداءً من امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا، نيوزيلندا، اندونيسيا، اسيا كلها، جنوب افريقيا، افريقيا. في حاجه كان الناس بيسالون عليها على الكارما بلس. كارما بلس موجوده على الساتلايت في امريكا، وموجوده على الساتلايت على النايل سات كمان. في اتنين هتلاقوا هنا في ترددين للكارما بلس، ادي واحد، دي النايل سات العاديه، هوت بيرد، عرب سات، اوبتس، نايل سات ونايل سات اهم، دي البلس ودي العادية، هما الاثنين موجودين. وحاجة ربنا مباركنا بيها يمكن هتلاقيها موجودة هنا، ان قناة الكارما موجودة على العرب سات. العرب سات دي حاجة مش سهلة. العرب سات نشكر ربنا، ربنا مدينا نعمة ان نقدر نعمل كده. حد يعرف العرب سات ده بيطلع منين؟ يس. فنشكر ربنا، والثمار اللي بتيجي هقلب بسرعة وفرقكم عشان ندي فرصة ليكون في باقي الاجتماع. ده الإرسال المحلي اللي بيغطي عندنا 18 مليون تقريبا. القنوات المختلفة في الكارما، مش قناة واحدة الكارما، في الكارما اللي هي نورث أمريكا، كارما ميدل إيست، كارما أستراليا، الكارما يو أس دي اللي هي موجودة على البث المحلي عندنا في كاليفورنيا، والكارما بلس دي اللي احنا بنزيع عليها من وقت للتاني. دول موجودين أوريدي، موجودين وشغالين. في بعد كده الكارما برايز دي احنا بنصلي ليها وابتدينا نعد ليها في اسم المسيح، يكون في خلال شهور او حاجه زي كده يكون في تسبيح 24 ساعه، والتسبيح هو اللي بيغير لما يكون الابواق شغاله 24 ساعه. في بعد كده الانترناشنال والكارما تشيرش، في الفريق التليفونات اللي بيصلي اهو موجود قدام حضراتكم، ممكن تقدروا تتفرجوا. عارفين احيانا كده في عيد الحصاد بنلاقي التليفون في خطين ثلاثة شغالين، لكن أحيانا لما بيكون في عندنا صلاة بيبقى إيه؟ المشغول في الصلاة 42 خط، والباقي هو اللي بيبقى مش مشغول. فنشكر ربنا إن مدينا نعمة نقدر نجاوب على كل الخطوط التليفونات دي. الستريم والناس اللي بتتفرج من كل أنحاء العالم ممكن أقضي أوقات، فممكن تشوفوا أنتوا هنا بسرعة عشان ما فيش وقت. أعداد رهيبة بتتفرج بالملايين. الإحصائيات بتقول لنا إن كل 4 ساعات بيجي 100 رسالة، 100 تليفون أو رسالة بطرق مختلفة عن الناس عايزة تعرف المسيح وبنصلي معاه. كل 4 ساعات 100 شخص بيسألوا عن المسيح أو بيعرفوا المسيح. كان السنة اللي فاتت عندنا، خلينا نمشي سنة سنة، ده في الفيسبوك بيقول لي لما بنحط بوست ولا حاجة في خلال أسبوع بيوصل ل 2.8 مليون. ده متهيألي عدد كبير صح؟ بنحاول نوصل لأعداد على قد ما يقدر. في إحصائيات كتيرة تانية مختلفة. السنة اللي فاتت كان عندنا 33 مليون point of contact. بنمجد ربنا جدا. في إحصائيات كتيرة وحاجات تانية كتير لكن مفيش وقت ليها. بعض الحاجات اللي بتبعتوها الناس، بيبعتوها الناس لقناة الكارما، بتقول طول اليوم لأرى سوى أجمل وأروع قناة الكارما. وأنتم عندكم كلام جميل جدا ممكن تشاركوا بيه وتسجلوه كمان. في ناس شاركوني بحاجات حلوة جدا، هيكون في فرصة الأسيس رائف هيقول لكم إزاي تشاركوا بالحاجات دي. في كلام جميل وحاجات حلوة هجري بسرعة عليها عشان الوقت. بيقول أحلى قناة مثلا من تونس. حد تاني بيقول أنا عايز أعرف الحق وانا مش مسيحي زي ما حضرتكم شايفين. حد تاني كبير جدا من الجزائر بيقول انا كنت بألف القنوات ولقيت قناة الكارما بالصدفة، وطبعا ما كانتش صدفة لان ربنا اتعامل معي. حد تاني بيقول زي ما حضرتكم شايفين انا مش مسيحي وبحب اشوف القناة دي وهي دي احلى قناة، ارجوكم ساعدوني ونفسي ابقى مسيحي. ده حد تاني. حد يساعدني ويفهمني انا ملحدة وربنا اتعامل معاها. حد تاني بيسأل عن التجسد وعن المسيح من البرامج أنا مش عامر. حاجات بردك اختبارات رائعة. شخص من خلفية مختلفة بيقول زي ما حضراتكم شايفين يمكن مش هقدر أقرأ كل حاجة عشان الوقت وعلشان مش كل حاجة أقدر أقولها على الشاشة،
في حد تاني بيقول قدام حضراتكم أنا مش مسيحي وعايز يدخل الدين المسيحي، أريد أن أكون حاجات كتير كتير لو أقدر أكمل، من موريتانيا ومن الجزائر ومن البحرين ومن اليمن ومن السعودية، ناس محتاجة تعرف المسيح. الرسالة اللي معانا اللي بنسمعها دي مش عشاننا إحنا بس، مرة تانية ده اللي عامل نار جوايا. يا جماعة إحنا معانا كنز ما نقدرش نخفيه، ما نقدرش. الكلمات الرائعة اللي ربنا بيستخدم فيها أحبائنا الخدام دول مش لينا إحنا بس، العالم برا محتاجها بردك، ناس بتموت محتاجة المسيح. ودي الطريقة اللي ربنا أوجدها دلوقتي إن إحنا نوصل برسالة المسيح بلا زحمة. دي أنا ما كنتش فاهمها، لكن العراقيين فهموني إن دي لمؤاخذة يعني. أو إيه؟ حد هنا عامل عراق؟ يعني إيه بلا زحمة؟ لمؤاخذة. عايز ترددات القناة وحاجات كتيرة. حد ملازم أول برضك بعت لنا وقبل المسيح وغيره وغيره، في حاجات كتيرة جدا. لكن أنا من ضمن الحاجات اللي كانت حلوة وعجبتني أنا شخصيا، لو اشتغل يعني حاجات ممكن تتفرجوا عليهم. ده حد اسمه حسين عارف الرب، واحد من العراق، وهكذا في حاجات كتير كتير. بس عشان الوقت انا هجري بسرعه، حد يساعدني؟ طب الشباب اللي ورا، ده اسمه، بصوا اسمه ايه، بصوا حاطط ايه، والكلام وده بتاع الكارما اللي احنا حاطينه. حاجات كتيره رائعه. اريد من يعمدني كتاب مقدس، اقروا حضراتكم هتلاقوا حاجات كتير. مش مسيحي لكن بحب المسيح. بصوا دي بقى، دي انا استغربت قدامها جدا. بصوا كده للشاشة، ده عبارة عن شخص البروفايل بتاعه، بصوا الصورة بتاعته ايه، واسمه احنا شلناه عشان اسمه معروف، حاطط كده. لكن الكوفر بيج اللي فوق بيقول ايه، حاطط الآية بتاعت قناة الكارما، حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهو ايه، حاجات مشجعة جدا جدا جدا. كنت مسيحية مع وقف التنفيذ، ودي كتير الخدام بيسمعوها طبعا، كنت مسيحي مع وقف التنفيذ لكن حياتي اتغيرت، طوق النجاة والحاجات دي كلها. دي معلومات تانية عن الكارما والبادجت، ما اعتقدش ان في وقت ليها، لكن الكارما هي قناة نون بروفيت اورجانيزيشن، وكل التقديمات نشكر ربنا اللي بيكون فيها تاكس ديدكتابل، واحنا عضو في الاي سي اف اي اللي هي ايفنجيليكال كونسل فور فاينانشال اكاونتابيلتي، الحاجات دي كلها. طيب ايه اللي مطلوب مننا بقى؟ ان احنا نصلي. انا عايز الصلاه اللي احنا بنصلي لها في قناه الكارما، هم النقط اللي فاتت دي، اللي هم النقط دول، ان احنا نختار البرامج الصح، صلوا معانا لان انتوا اعضاء في القناه، ان احنا نختار دايما البرامج. دايما الخدام عارفين كده كويس انه بيجوا كمية برامج ملهاش عدد، بتيجي موجودة عندنا برامج تكفي سنين قدام، لكن ربنا يدينا نعمة نختار البرامج الصح. الحاجة التانية تكون طبعا مقادة بالروح القدس. الحاجة التالتة ان يكون في حماية علينا، احنا محتاجين حماية لانه احنا عندنا حرب كبيرة بنحاربها. حاجة قبل الأخيرة انه يكون في financial support، لان القناة دي مش قائمة، ما فيش حد بيرعانا، ما فيش شركة، ما فيش، ما عندناش حد بيصرف علينا، لكن كل القناة دي كلها بكل المصاريف بتاعتها قائمة على التبرعات البسيطة اللي من حضراتكم بتيجي. القناة بنصرف مثلا على الساتلايت بس فوق المليون، حوالي مليون وربع في السنة بس عشان نقدر نوصل رسالة المسيح. دي أرقام كبيرة غير الموظفين والكلام دي كلها. فكل اللي بيسبورت القناة ده هو التقديمات الشخصية من حضراتكم. الحاجة الأخيرة اللي بنصلي لها، بنصلي مش بس لينا لكن بنصلي لأجل كل الميديا المسيحية، كل القنوات وكل خدمات المسيحية، إن يكون في انتجريتي، وربنا يساعدنا ويشجعنا، ويكون في أمانة وخدمة بتشرف اسم المسيح. ربنا يبارككم. أنا فعلاً مبسوط إن أنا أكون معاكم وأتقابل مع حضراتكم، وأحبائنا اللي على الشاشة كمان بشكركم، ربنا يبارككم وتابعوا معانا. لسه عندنا الوعظة ما بدأتش، والأخ حليم هياخد وقته النهاردة، إحنا عندنا اليوم المفتوح إحنا عارفين. فربنا يباركك أخ حليم، دكتور حليم، الأسيس رائف، متهيألي المستر موجود كمان، تفضل يا أسيس. شكراً لكم مرة تانية وربنا يبارككم. ربي يبارك، ربي يباركك يا صمويل، وإحنا فخورين
بعمل عظيم رائع زي ما سمعنا من صامويل. أنا مش هزود على اللي قاله، احنا عندنا حاجتين لو في قلبك انك تعمل سبورت للخدمة دي. على فكرة خدمة الكنيسة، خدمة كنيستنا كل يوم أحد بتذاع على الكرم، يعني ربنا مبارك كمان، يعني بدل ما بتكلم ل 200 واحد 250 واحد في الكنيسة، أنا بتكلم واللي بيخدم بيتكلم لملايين من البشر في كل العالم. دي بركة موجودة. فتعالوا نعمل سبورت من قلبنا. لو تحب تعمل دعم شهري لقناة الكرم اعمل كده، حك مع صامويل بعد الاجتماع او اكتب الكوميتمنت كارد اللي تحطه في قلبك، اعمل سبورت. دولار بيفرق، 100 دولار بيفرقوا، 1000 دولار بيفرق، فصلوا. فتعالوا نصلي من اجل القناة. الحاجة التانية بعد الاجتماع لو تحب تقول حاجة تشجع بيها الكرمة، الشباب هيكون ورا هيعملوا فيديو صغير نص دقيقة، قول ان انا بتبارك بالقناة دي، انا متشجع بيها، انا بصلي من اجلها، اعمل كده. اي حد يحب يسجل ويلكم اني واحد هيتزاع على شاشات الكرمة انه في ناس بتصلي من اي عمل محتاج صلاة، اي عمل محتاج دعم. والدعم مش بس الامور المادية، لكن كمان نحن نتشفع من اجلهم ونصلي من اجلهم. مرة تاني ربي باركك يا صامويل، يبارك الخدمة ويبارك خدمة الكرمة. نفسي ناخد كده وقفة صغيرة، هنصلي من اجل القناة، نصلي من اجل حماية من أجل قناة الكرمة، وزي ما قال صامويل من أجل كل القنوات الفضائية اللي فيها أمانة بتوصل كلمة الإنجيل. فتعالوا هنقف مع بعض كلنا، هنرفع إيدينا ببركة على صامويل، بإيدينا ببركة على منى مرات صامويل، ربنا يديها شفاء، شفاء كامل. وأنا بصلي مع كل جماعة القديسين إن الرب هي مليانة بفرح، مليانة بتهليل جواها، إن الرب فعلا لمسها بشفاء، وإحنا هنكمل بصلاة كمان من أجلها من أجل الشفاء، وهنصلي كمان من أجل كل احتياج للقناة. أخويا إليا تعالى صلينا، وصلي من أجل القناة، وصلي من أجل أخويا الدكتور حليم، ربنا يباركه، والدكتور حليم كمان يجي على المنبر، وربنا يدينا ليلة مباركة وخادم الرب، الرب يستخدمه. أشكرك من كل القلب لأنك مت على الصليب لكي تعطي حياة لكل العالم، لكي لا يهلك كل من يؤمن بك بل تكون له الحياة الأبدية. شكرا لأجل وقت الاستخدام وفرصة النعمة أن نزيع إنجيل المسيح، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، إن كان على المنبر، إن كان في الشارع، إن كان من خلال قناة الكرمة. أشكرك لأجل كل فرصة تدهلنا في العمر، العمر قصير جدا، الوقت منذ الآن مقصر، عشان كده بنستودعك كل حاجة تدهلنا لنشر الإنجيل. حرك قلوبنا، حرك مشاعرنا، ادينا نعمة عشان ننطلق اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون. بركة خاصة لقناة الكرمة يا رب، إحسان إلهي من عندك، حماية للقناة، حماية للممتلكات، حماية للعاملين، حماية لعبدك صامويل. نصلي بركة خاصة لأختنا منى استفانوس يا رب، إحسن إليها من فضلك بركة ونعمة لحياتهم باسم الرب يسوع المسيح. نصلي لأجل إخواتي المتطوعين والعاملين في قناة الكرمة، نصلي لأجل كل الاحتياجات المادية لقناة الكرمة يا رب، لتستخدمها بركة في كل العالم. ننتظرك في هذه الليلة مع خادمك أن تتكلم إلى قلوبنا. تكلم يا رب، أيد عبدك بالروح القدس، لقن عبدك الكلمات، سود على فرصتنا، أعطنا يقظة، نحن جالسون عند قدميك لنتقبل من أقوالك. أبونا نشكرك لأنك أمرت بالبركة في اسم المسيح، لك الكرامة وكل الحمد، آمين. تفضل استريحوا. زعلانين يا أخي؟ لا يردين عليا كده ولا كده. أنا لو شايف المشاهدين أسألهم هم. يعني أنا أتمنى اللي في المؤتمر يردوا علي، يعني أنتوا فرحانين؟ أيوة كده، حسسوني أنكم مش نايمين. إحنا فرحانين، أنا فرحان، حد فرحان معي؟ طب إيه سر فرحكم؟
بصراحة أقولها لكم، يسوع حي فيا، وده أحلى شيء. تعالوا نقرأ من كلمة الله لاستكمال الموضوعات اللي اتخذ شعار المؤتمر منها في نبوة إشعياء أصحاح 58. تعالوا نقرأ مع بعض ونتابع مع بعض من نبوة إشعياء الأصحاح 58. هقرأ بس العدد الأول والثاني وبعدين أكمل في نهاية الأصحاح. نادي بصوت عال، لا تمسك، ارفع صوتك كبوق، وأخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم، وإياي يطلبون يوما فيوما ويسرون بمعرفة طرقي كأمة عملت برا ولم تترك قضاء إلهها. يسألونني عن أحكام البر، يسرون بالتقرب إلى الله، يقولون لماذا صمنا ولم تنظر، زللنا أنفسنا ولم تلاحظ. من عدد 8، من عدد 8، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا، إن نزعت من وسطك النير والإماء بالإصبع وكلام الإسم، وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر، ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة راية وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. ومنك تبنى الخرب القديمة، تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. الله يبارك هذه الأقوال المقدسة لنا. لو انتبهنا لما قرأناه من كلمة الله، بنشوف أن الرب من محبة قلبه بيقول لأشعياء نادي، ما تسكتش، اتكلم، تكلم ولا تسكت، ونادي بصوت عالي، أتأقصى ما عندك، اتكلم بصوت عالي، خلي النايم يصحى، خلي اللي سكران يفوق، خلي اللي مش واخد باله ياخد باله. نادي، ايه الموضوع يا رب؟ الموضوع ان في قضاء، والقضاء فعل الغريب على طبيعتي. فاحنا زي ما نعرف الله محبة، ولكون الله محبة فهو يسر بالرحمة ويسر بالرأفة، يسر بخلاص الإنسان. وديكم دليل قاطع على سرور الله وقلبه يمتلئ بالفرح بخلاص الإنسان. لو كان الله يحب الانتقام فهذا لا يكلفه شيء، لا يكلفه شيء، يقول فيكون، يأمر فيصير. فانفتحت طاقات السماء، انفجرت ينابيع الغمر، أسهل ما يكون. أمطر الرب على سدوم وعمورة نارا وكبريتا من عند الرب، أسهل ما يكون. لكن بص بقى، أكبر برهان ودليل على محبة الله للإنسان طول أناته وانتظاره، اسمع الآية دي، يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس أنفسهم بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. شايف الإنسان في شره، شايف الإنسان في خطاياه، عيون الرب تراقب وتلاحظ، ما فيش حاجة مستخبية عنه على الإطلاق، أبدا 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 أبدا. لكن شايف الشر، مش معناه بحبه عشان ساكت، لكن ساكت وصابر على الشرير، مش عايزه يهلك. دي دلالة على محبة الله. بس أنا أدي لك الدليل الأعظم والأكرم والأجمل من محبته الشديدة للإنسان. طارد الإنسان ووصل إلى الإنسان، لم يطارده بالعصا ولم يطارده بالغضب، لكنه أتى إلى الإنسان بقلب مليان بالحب. اسمع الآية الحلوة دي المشهورة المعروفة اللي بنحفظها كلنا واللي بنقولها لكل الناس، لأنه هكذا أحب الله العالم.
لاحظوا العالم، العالم يعني كل البشر، ما فيش تعصب عند ربنا، ما فيش ما يسمى ديانات عند ربنا، ما فيش ما يسمى طوائف عند ربنا. عند ربنا في مخلوق خلقه اسمه آدم، لما الرب من محبة قلبه ليه خاف عليه من أمراض الوحدة، خاف لأن لا يتعب نفسيا، قال ليس جيدا أن يكون آدم لوحده، أصنع له معينا، مش مصيبة، معينا نظيره. ياللي بتقول على مراتك مصيبة عيب عليك، إن كانت هي مصيبة فهي نظيرك، فانت أبو المصائب. أصنع له معينا نظيره، نظيره. شوف محبة الرب قد إيه. لا ده أنا أقول لك على شيء، لما الرب خلق الإنسان وصنع له المعينة، من المعين والمعينة أتى كل البشر. لما حضرتك تمسك شجرة العائلة البشرية، عارف خد اسمك كده، لو أنت عندك سلسلة النسب، وانزل انزل انزل ابن فلان ابن فلان لغاية ما تلاقي نفسك ابن آدم. وأنا كمان لما أخذ سلسلة النسب أوصل لغاية برضو ابن آدم، فأنت ابن آدم وأنا ابن آدم. مدام أبويا أبوك يبقى احنا البعض إيه، ما تقول إخوات، وربنا بقى خلقنا وبيحبنا كلنا. لكن لو ربنا بيحب فئة عن فئة يبقى ده كبير المتعصبين، لو ربنا ضحى لأجل دين من الديانات يبقى الله لشعب معين. لكن قولوا، أنا بسمع صوتكم حلو على فكرة ويعجبني كتير، ما تسمعوني واللي قاعدين قدام الشاشة يقولوا معايا لو قدروا، اللي حافظ يقول لأنه هكذا أحب الله، قول إيه؟ العالم. أنت من ضمن العالم، أنت من ضمن العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني محترم حريتك لأبعد حدود، بيقول لك أنا بحبك وجيت من السماء علشانك واحترم إرادتك، تحبني تيجي لي أنا خاطي، يقول لك أغفر لك، أنا حياتي مهدومة أبنيك، أنا مدمر أعيد تشكيلك، حياتي ملخبطة مع بيتي أصلح لك بيتك، عايز منه إيه تاني؟ لأنه بحبك. وخد بالك لما بقول الكلام ده أنا مش بوجه رسالة لفئة معينة من الناس، لكن كل إخوان البشر، لأن محبة الله للجميع. عارفين العبارة، الآية اللي أنا قلتها في يوحنا 3:16، عارفين الآية اللي بعدها يوحنا 3:17؟ بصوا بقى الروعة، أنا عايزكم تاخدوا بالكم من الروعة والجمال الإلهي، الإله اللي أنا بحبه من قلبي. بص اسمع كده، ولكن لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. لاحظوا التعبير، مش ليخلص، ليخلص به أو بواسطة العالم. يعني الله أرسل ابنه لخلاص البشر. طب يخلصوا ازاي؟ قال الذي يؤمن به خلاص لا يدان. طب واللي مش هيؤمن؟ والذي لا يؤمن قد دين، حكم على نفسه، مش الله اللي حكم عليه، حكم على نفسه بالدينون قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. شفتوا روعة الله؟ محب، بحب الإنسان. عشان كده لما يقول الإنسان، لما يقول الأشعياء نادي بصوت عالي أتخر ما عندك ليه يا رب، يقول له أصل أنا لا أسر بأن يهلك الخاطئ في خطاياه، سرور قلبي أن يرجع إلي ويختبر روعتي وتبقى لي عشرة معاه وهو لي عشرة معايا. قولوا اللي عارفين الآية دي عن الراعي، إذا وجد الخروف الضال حد حافظ يضعه على منكبيه فرحا، فرحا. لا أنا أقول لك آية بعدها في لوقا 15، عارف بعدها أقول لك إيه؟ يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار أو حاسين بالبر الذاتي شعرين أنهم لا يحتاجون إلى توبة. تخيل بقى فرحة السماء بك أنت. ولما بقول فرحة السماء، السماء في الكتاب تكن عن الله، فرحة الله أبونا أنك أنت تخلص، حزن عليك لما تهلك. ولذلك في أشعياء 28 الغضب فعل الله الغريب. ولذلك شوف الرب يعمل ازاي،
شايف تعديات بنو إسرائيل، شايف خطاياهم، شايف تحولهم عنه، شايف نكرانهم للجميل، شايف انهم بيعبدوا اصنام واوثان، شايف بعد ما ادهم الشريعه كسروها، شايف وقادر، لكن يقول له لا نادي، قول لهم نادي بصوت عالي. في سفر الامثال خلص الناس اللي اعناقها ممدوده للموت، انا عاوزهم يخلصوا. ليه بحبهم؟ وتاني لان انا خدت الحساب اللي كان عليهم ودفعته في الصليب للعداله الالهيه، وابليس اللي كان تعب قلبهم انا سحقت راسه، وبالقيامه اعلنت الانتصار، وبقوه صليب ومحبتي احرر كل واحد عاوز يتحرر. ايه الروعه دي في الاله ده؟ ايه الروعه دي؟ مش عايز تحبه؟ ده انا بدوب في حبك يا رب. مين انا عشان تحبني؟ انا مين؟ ده احيانا الواحد بيكره نفسه، صح؟ احتمال انا غلطان، صدقني اتقابلت مع كثيرين. معلش انا ماليش في حكي الاختبارات كتير، لكن احيانا بتغلب. كنا في حمله كرازيه من حوالي اسبوعين في دوله عربيه من الدول العربيه، وبعد ما قدمت الرساله وفي شاب العينين طالعه لبره، الوجه الخدود داخله لجوه، شكل ما اعرفش اوصف لكم شكله. فقربت منه سلمت، احب اسلم دايما على كل الناس، انا طبيعتي كده، احب اقف على الباب ان شاء الله يكونوا 3000 لازم اسلم عليهم كلهم، انا احب كده، بعتبر دي خدمه من الخدمات. فانا بسلم سلمت عليه، لكن منظره شديني. فقلت له اسمك ايه؟ قال لي فلان. قلت له مبسوط، حط وشه لتحت. قال لي ممكن ترضى تقعد معايا؟ قلت له سلام، وانا جاي البلد دي ليه؟ مش عشانك انت، نقعد سوا. قعدنا سوا، انا بتكلم واحتمال هو سمعني على فكره. قعدنا سوا وشغل الحنفيات. قال لي انا ما استاهلش اعيش، انا عايش من غير هدف، انا موتي خير من حياتي، انا عاوز انتحر. مش عايز اقول لكم كل الكلام اللي قاله من ناحيه حياته، وفي الاخر عن الكلام اللي قلته على المنبر حين، بس مش ليا انا، مش ليا انا. وشاور يبكي، مش ليا انا. قلت له مالي بيه؟ قال اللي قاعدين قدامك الا انا، انت ما تعرفنيش، انا اصله انا. وابتدى عيني خلانا نتنن، حمقته بكيت معاه، اصله انا. قلت له اهدى شوي. انت ايه؟ قال لي لا يمكن واحد زي يخلص، ولا يمكن يرضى، ربنا مهما صليت مش هيقبلني، مش ممكن يسمعني اللي عملته. قلت له طول بالك، لو انت حبيبي هتحط ارقام للخطاط اللي زيك وزي، تاخد رقم كام؟ قال لي اخد رقم 2. قلت له ليه ما تاخدش رقم 1؟ قال لي اصله في خطيه واحده ما عملتهاش، فعشان كده يمكن غير عملها، فانا اخد رقم 2. قلت له على العموم انت اخترت رقم 2، بس انهي الاصعب، 1 ولا 2؟ قال لي طبعا 1. قلت له يعني انت اهون؟ قال لي لان الخطيه دي ما عملتهاش. قلت له اوكي، بس انت يعني افضل من رقم 1. قال لي اه. قلت له طب ايه رايك في الكتاب في واحد خد رقم 1 بس خلص؟ اللي خلص 1 ما يقدرش يخلص 2؟ انا باخد ودي معاه. قال لا، نخلص 1 يخلص 2. قلت له خليك في 2، انت امسك في 2. فتحنا الكتاب سوا، يعرف يقرا، قلت له اقرا لي كده. صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاة. قلت له كمل يا اخي. الذين اولهم انا. قلت له في واحد قال او انا رقم 1 صح؟ قال اه. قلت له عارفه مين؟ وهو مسيحي اصلا. فقال لي شاول الطرسوسي. قلت له عظيم، خلص؟ قال خلص. قلت له ده بقي رسول، ده بقي خادم، ايه رايك؟ قال قلت له صدقني انت رقم 2، اللي خلص 1 وخلق منه رسول يخلصك انت ويخلق منك خادم. الراجل يعني شاب مش قادر يصدق، يروح ويجي يعمل كده، معقول؟
حطيت ايدي على كتفه وقلت له صلي معي يا حبيبي، صلي. صلينا مع بعض. تاني يوم داخل الاجتماع، هو داخل الاجتماع وشه مبتسم، اسنان البيضه طالعه لبره، العينين اللي طالعه كده. دخل التاني مش عارف يعني، لدرجة شكيت ان يكون هو. فقربت منه بعد الاجتماع وسلمت عليه بقول له انت فلان؟ قال لي تسيتني حالا؟ قلت لا انا ما نسيتكش، بس انا بأكد انت فلان. قال لي انا فلان. قلت له يا ابني اللي حصل؟ انت وشك منور، نور المسيح باين عليك، ايه اللي حصل؟ عمل لي كده. صحيح؟ اكد لي مظبوط؟ وش اتغير؟ قلت له عيونك اتغيرت، دخلت لجوه والخدود طلعت لبره والوش نور. ايه ده؟ هذه هي المعجزة الإلهية. لا يمكن لديانة تصنع في شاب مثل هذا مثل ما صنع فيه رب المجد يسوع، لأنه بحبه. يمكن وانت بتسمعني قاعد على الكرسي أو قاعد قدام الشاشة تكون مثل هذا الشخص اللي أنا حكيت عنه. ابشر بشارة سارة، الله يحبك. بناديلك بالصوت العالي، الله بحبك. ويقدر يخلق منك إنسان جديد تشهد عن نعمته إلى أبد الأبدين. هل تأتي إلي؟ هل تأتي إلي؟ أنا بوريك ليه ربنا قال لأشعياء نادي بصوت عالي، نادي، قول. أصل ربنا مش عايزك تهلك. ياللي بتقول ربنا أصله خلقني. واحد بيقول لي بص ما تتعبش نفسك، قلت له خير يا حبيبي؟ قال لي تتعبش نفسك، أصله اللي ربنا كتبه على الجبين. قلت له كتب لك إيه على جبينك أنت؟ هلك؟ الاحتمال. قلت له بس أنا بحلق عيون عليك ولاقاهاش، أنا لاقي في حاجة واحدة مكتوبة على جبينك. قال لي قلت رب المجد يسوع بحبك وما تعصلي لأجلك، مش عايزك تهلك. ابن الإنسان قد جاء، مين يقول معاه؟ لكي يطلب وتاني ويخلص. ما تقول معاي ما قد هلك. حبايبي عاوز اقول لكم الليله دي مش السماء والنار، لا، السماء حقيقه والنار حقيقه، المؤمنين رايحين المجد فوق حقيقه، والخطاة يتعذبوا الى ابد الابدين في نار الجحيم حقيقه ولا يمكن ان تنكر. بس عايز اقول لكم على حاجه النهارده في حياتنا هنا. انا مش هتكلم عن حقائق السماء والنار، عاوز اكلمكم عن حياتنا هنا على الارض، في حياة الواحد فينا فرد، أنا في حياة العائلة، أنا وزوجتي، كبرت العائلة، أنا وزوجتي وابني، أنا وزوجتي وأولادي وبناتي كبرت، لا أنا كمان والعالم اللي برا كل مدى توسع. لا 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 أضيقها شوية قبل العالم، أنا وكنيستي. خدتوا بالكم معي؟ أنا وبيتي، أنا والكنيسة اللي أنا عضو فيها، أنا والعالم اللي برا. ايه ده؟ اسمعنا الله يخليك، انا عاوز اتكلم عن الحياة نفسها. بصوا كده معاي، لما يقول انتوا خدتوا بالكم انا قريت على طول، قفزت قريت من الاعداد الاخيرة. بص كده اسمع معايا يقولك ايه، ومنك تبنى الخرب القديمة. الخرب يعني ايه باللغة العامية كده؟ يعني في خراب، في خراب، في حاجات مهدومة، في حاجات مهدومة، في حاجات مهدومة في حياة الفرد، في حاجات مهدومة في حياة العائلة، في حاجات مهدومة في الكنيسة، في حاجات مهدومة في العالم اللي احنا بنعيش فيه. بس خلي بالك الرب بيقول لي ايه، اسمع بيقول لي ايه، يقول لي بص انا بيك ابني، ابني الخرب القديمة. بس قال لي لا كمان اخليك استخدمك في قفل الصغر المفتوحة دي، يعني في حاجات خدوا بالكم مهدومة، دي مهدومة، لكن في ايه كمان؟ صغر. اللي يقرأ منكم في الكتاب يلاقي في مزمور 106 الثغرة، مش صغر، لا الثغرة. وقف موسى في الثغرة، كان الرب نوى على هلاك بني إسرائيل لأنهم عبدوا العجل، تلاقيها في مزمور 106، عبدوا العجل. قال لك والرب أمر بإهلاكهم لولا أن موسى رجل الله وقف في الثغر. هنا مش الصغرى لكن الثغر. وقف قالوا لا بص لغاية كده، قالوا حاضر. يا بعدها بشوية في نفس المزمور في قصة الشر اللي
اللي تسبب فيه بلعام ابن بعور وبعل فغور وزنى شعب الرب ورا الأجنبية وغضب الله نزل عليه. بس عارف أقول لك إيه؟ وقف في نحاس ودان في الثغر. إيه ده؟ وقفوا له كده. معلش حاضر. إيه رب بسرعة لما يلاقي رجل واقف في الثغر روح واقف. في سفر حزقيال يقول لك طلبت من بينهم رجلا يقف فين؟ في الثغر. خدوا بالكم الثغر مفتوحة، ثغر كبير مساحة، لكن صغرى تصغير ثغر، يعني في حاجاتها فوات دي عاوزة تتقفل. خذوا لنا الثعالب، الثعالب مش الكبار، أمال إيه؟ الصغار المفسدة الكروم، يعني في ثعالب، ما تقول معايا صغيرة، أدي الصغرى. في حاجة اسمها الذباب الميت يخمر ونتن طيب العطار، حاجات صغيرة احنا بنستهين بيها، لكن خد بالك الصغيرة بكرة هتبقى كبيرة. ليه؟ لأن العدو واقف بالمرصاد. اسمع الآية دي اللي حافظها يقول معاي لا تعطوا إبليس أماكن. نعم كويس، اللي هنا بيردوا علي هنا صباح الخير، لا ردوا علي، هنقول الآية تاني لا تعطوا إبليس مكانا ولا أماكن. عارفوا عاوز مكان. زمان كنت بخدم في مدارس الأحد، 9 سنوات بخدم مدارس أحد، وفي ولد كان شقي لأبعد الحدود، وما كانتش التقدم زي اليوم كله على كراسي، لكن في أيام أنا في القرية كانت تتفرش كده حصر، ولا ما تعرفوش الحصر مش عارف، فراش كده ونقعد كده على الأرض ونرتل ونوعظ بركات السماء بتتهطل علينا. فالأولاد كتار وقاعدين، فكل قريب مني وأنا فاصلين بعلم الأولاد. على بال ما بص كده وارجع ألاقي الولد ده حواليه بقي فاضي. إيه ده؟ أرجع تاني أقول إيه يا أولاد؟ الرب؟ الرب؟ يا الرب يا عيني حواليه. أعمل كده أرجع تاني ألاقي مكان فاضي. قلت آه في حاجة. فأعمل إزاي؟ الرب يا أولاد؟ الرب يسوع قال، وانا عامل كده وعيني عليه، عارفين بيعمل ايه؟ بدال اتنين دول وروح ضرب اللي وراه كده، فيخاف يا عيني، خايفين مني مش قادرين يتكلموا، يروح راجعين للخلف، وروح عامل كده بايد وايد وبرجله للي قدام، فكله بيعمل ايه؟ خد بالك يعني، بس هو مكان، خد مكان، عمل ايه من المكان؟ خد بالك ابليس زي كده، اديله فرصه بس هيوسع، مش هتبقى صغرى هتبقى ثغرة، ومش هتبقى ثغرة ده تبقى حائط مهدوم. النهاردة أنا عاوز أقول لكم على بنيان الحياة، كيف تبنى الحياة. شوف يا إخوة يا أخوات، قبل أبني الآخرين لابد أن أكون أنا من يقول مبنيا. ما ينفعش أنا مهدوم وساعد الآخرين في بنيان حياتهم. الله لما يبدأ ويشتغل يشتغل على حياتي أولا قبل أن يستخدمني مع الآخرين. يشتغل الرب على حياتك قبل ما يستخدمك مع أخواتك، يشتغل على حياتك قبل ما يستخدمك مع أخواتك، يبني بيتك قبل ما يستخدمك في بنيان الغير. فلازم يبدأ بي أنا، لازم يبدأ بي أنا أول، ولما يبدأ بي وينجح هينجح بعد كده في استخدامه لي. قول لي انت الرجل اللي تبني الخرب وكمان وتسد الصغر، مين يحب كده؟ مين يحب يقول امين؟ يا رب يا رب حقق شهوة قلبك فينا. شوف انا ما قلتش حقق شهوة قلوبنا، لا، شهوة قلبه هو، هو طلبته من بينهم رجل ليه شهوة في قلبه عاوز يلاقي. ان شاء الله يا رب المؤتمر ده تطلع كل اللي قدامي والمشاهدين السامعين تتبني حياتهم ويبنوا حياة الآخرين. لو خدتوا بالكم الخدمة اللي كانت امبارح، أنا بدأت المشوار معاكم في عملية زرع القلب. حد كان اللي كانوا معانا اتكلمنا عن زرع القلب، يعني الله يبدأ بي يروح مدخلني، خلي بالك قبل ما أروح للآيات في الكتاب، يروح مدخلني على غرفة العمليات والغرفة معقمة
ورب المجد الطبيب الماهر موجود، يقول لي نغير، غير يا سيدي، يروح منومني ناوي خلاص هيعمل العمليه، ينزع قلب الحجر مني وحط قلبه، هو القلب الرائع ده، قلب الرب يسوع يدخل في كياني. وانت فكركم احنا نعرف نحب؟ اتحداكم، وعيب عليا اقول على الهواء الكلام ده، لكن هقولها تاني، اتحداكم واتحدى البشر، اذا عرف واحد يحب التاني، عارفين اسهل ما يكون على الواحد يقتل التاني. اقرب الناس المقربين للمتزوج ليس ابيه ولا امه لكن امراته. كم من الطلاق والانفصال، وكم من ازواج ذبحوا زوجاتهم، وكم من زوجات حطوا ازواجهن في اكياس. من اللي يعرف يحب؟ من هو؟ المحبة غريبة على طبيعتنا. بس خد بالك بقى، لما يدخل الرب يسوع يدخلك في غرفة العمليات ويشيل قلبك ده اللي مساكن فيه إبليس القتال للناس من البدء، الشهواني الكذاب. مش أنا بشتمه، لحسن حد يفكر يشتم، أنا ما بشتمش، الشتمون لا يرثون ملكوت الله. ده الرب يسوع وصفه، قال عنه حرامي، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. حرام يسرقك، يسرق جيبك ويسرق شبابك وحياتك وكيانك ويذبحك بالخطايا والرزائل، ولم يكتفي ويسقف وراك ويقول لك رنم معايا. هترنم على الشيطان؟ يرنم، بس هترنم عارفه وانت بتبكي سوا سوا على العذاب سوا. روح بقى، روح، مش عايز مش هترنم معاه الاخ هاني، براحتك رنم معاه بقى سوا سوا على العذاب سوا. روح نصرخ سوا نبكي سوا، روح ان شاء الله تكون لغتي مفهومه عندك. خدت بالك معاه؟ يضحك عليك حرامي، لكن بص الرب قال عنه ايه كمان، قال من البدء كان قتالا للناس، قتال يخليك تقتل اعز مليك، عارف تقتله. اوعى تفكر انت منتظر تشوف لك مسدس ولا تروح تتطوع تشوف لك مدفعيه مع اللي بيقتله. يا حبيب قلبي، القتل في الكتاب المقدس، القتل في الإيمان المسيح، عارف هو الذي يبغض أخافه وقاتل نفس. مجرد أنك تكره امرأتك أنت قتلتها، بمجرد تقولي أنا ما بحبوش يا أخي حليم، أنا بصراحة ما بحبوش. طب يوم ما تقدم لك للخطوبة كنت بتحبيه؟ آه كان. طيب ويوم ما وقفتوا جنب بعض وخدوا التعهدات وقال الأسيس ولا الراعي الآن نعلن أنهما ليس بعد، حدش عاوز يقول حاجة، اثنان بل جسد واحد، وسقف والزغروت اشتغلت ومسكتوا السكين انتوا الاثنين والتصاويل. ارجعوا كده الألبوم الصور شوية، كنت بتحبيه؟ كنت بتحبيه، ما دلوقتي مش بتحبيه ليه؟ أصله ولا فصله، أصله ولا فصله. الرب قال لهم أنتم من أب هو إبليس وأبوكم إبليس، من البدء يخطئ، من البدء كان قتال للناس، لذلك تريدون أن تقتلونني. أدي إبليس. عرفت ليه بقى ما بتحبهوش؟ عرفت ليه ما بتحبهاش؟ ضحك عليك. لا ده أنا أقول لك على حاجة، كذاب، اسمع كده، ما تتكلم فهو يتكلم بالكذب، يعرف منين الصدق؟ لأنه كذاب وأبوه، وأبو الكذاب، وتيجي برضو لها معنى تانية وأبو الكاذب، يعني كل ما تحكي القصة تطلع الطرف الثاني. طلب مني أحد القساوسة في أمريكا أدخل في مشكلة عائلية للحل، قلت له أسيس الله يخليك خليني في خدمتي. قال لي بص يا حليم، أنا سمعت كتير لكن من فضلك تقعد معايا، يعني تقعد معايا. قلت له عم الله يخليك خليني أمشي بسلام. قال لي لا يمكن. قلت له طيب إذا كنت تقعدني معاك أنا ليا شروط. قال لي اتفضل. قلت له الشرط الاول لا اجلس مع احدهما لوحده. قال لي لا مش الحل الواحد يقعد يسمع. قلت له لا حبيبي، لما تقعد معاه هيطلعها لك، دي سوري في التعبير مش عايز اقول اللفظ، ولما تقعد معاها هتطلعه لك وهو كذاب وهي كذابه، لكن لما يقعدوا الاثنين قصاد بعض كل واحد يلم لسانه يتكلم الصح. قال لي ما فكرتش فيها. قلت له لا فكر فيها، انا بحل المشاكل بالطريقه دي. قال لي ماشي. اتصلنا قعدنا معاهم، قلت لهم رقم واحد، قال اتفضل. قلت وداني مش صناديق زباله، اي كلمه خارج عن نطاق القانون الانساني هتقولها تتحسب عليها انت وهي. اتنين
إياك تعيب فيها وأنا قاعد. اسمع كويس. ثلاثة، إياكي تعيبي فيه وأنا قاعد. بصوا الاثنين اللي إيه اللي بيعملوا. ثم أربعة، إيه الإيجابيات اللي أنتوا عاوزين تقولوا عليها؟ ترجعوا لبعض إن شاء الله. إيه التصور اللي عندك والتصور اللي عندي؟ قال لي أنا عاوز أقول، قلت له إياك. قال لي طب اديني، قلت له ولا فرصة، كلم اللي أنت عايزه. نعمل إيه؟ قال واحد، تحترمني كزوج، حقك. اثنين، تقول حاضر. قلت له حقك. إيه تاني؟ اتعرفني رايحة فين وجاية منين. حاضر. فضل يا مدام قولي. قالت لي مش ممكن. قلت لها لا لا لا، مش ممكن ولا غيره، قولي طلباتك. هي عاوزة تقول ايه؟ لو ما حبنيش. ما انا عارف عايزة تقول ايه. قلت لها اتفضلي قولي اللي عندك. قالت عاملني كزوجة. قلت لها حقك. اثنين، ثلاثة، اربعة. قلت له موافق على كلامها؟ قال موافق. موافق على كلامه؟ قلت موافقة. قلت خد مراتك ومشي يلا، خد مراتك ومشي. حبايبي ابليس كذاب، بيصغر في عيونك مراتك، بيخلي المياه المسروقه حلوه وخبز الخفيه لذيذ. دي ايه في الكتاب المقدس، احسن تفكر بقى وعص. صغرت مراتك في عينيك وعينيك برقت وشفت الملون والعريان. الو عشان كده كل ما تكلمك اعمل برقبتك كده، دي مراتك. الغريب وحش مش حلو. الفيسبوك والكلام اللي بتكتبيه خارج الغر، خارج المجموعه، بتسحبيه لبره ولا يسحبك هو لبره؟ واحبك يا نور عيني. نور عينيك جوزك مش ده؟ عيب. بيوتكم انهدمت، الابواب اتحرقت، مفيش اللي يبكي زي نحاميا. الابواب اتحرقت، الاسوار انهدمت، البيوت ضاعت، ما بقيتش صغر، بقيت صغرات. والسبب ابليس جايب اقصى ما عنده لتدمير الفرد وتدمير العائله. احب اقول لكم على شيء. اسيس انت عندك كم عائله في الكنيسه؟ معلش يعني لا اي عدد حسب تقديراتك. عائلات، انا مش عايز افراد. حوالي 100. حلو، 100 عائله تتكون منها الكنيسه. خدوا بالكم، ال 100 عائله دول يكونوا ايه؟ لا انا يكونوا عائله واحده اسمها، خد بالك معايا، يعني مثلا عائله الاسيس رائف، عائله الاخ حليم، عائلة الأخ هاني، عشان بس الأسماء حفظها يعني، عائلة الدكتور رضا، عائلة الأسيس جمال. خدتوا بالكم معي؟ عائلة وعائلتي وعائلتنا كوننا إيه؟ ما تقولوا معي عائلة واحدة. عارفين العائلة دي عائلة مين؟ مين يقول لي؟ عائلة الله. لما يتصاب عطب في العائلة الصغيرة يأثر على إيه؟ ما تقولوا معي على العائلة الكبيرة. لما يخرب الشيطان ثلاث اربع عائلات من المية، يبقى السبعة وتسعين شكلهم ايه؟ تعبانين ومرضى، والعدوى بتنتشر. اذن عمار البيت الصغير عليه عمار بيت الله الكبير. خراب البيت الصغير يقود الى تخريب في بيت الله الكبير. إبليس من ذكائه القتال الشرير الكذاب الشهواني الحرامي شغال على البيوت في هذه الأيام، فهدم الجدران. كل واحد تحت قانون الحريات، أنا حر، وهي تقول أنا حرة، وبيني ما بينك لا هو حر ولا هي حرة، الاثنين مستعبدين لقوة إبليس. تعال وحرر الأفراد يا رب، تعال وحرر البيوت يا رب، تعال وحرر الكنيسة، وخلي الأسوار تتبني والصغر تتقفل وشعبك يفرح بيك وهلل ومجد بيك. مين يقول أمين؟ أحبائي اللي على الشاشة معانا، أنتوا معانا،
اوعى تفكر بكلم المؤتمرين. وانت كمان انا عارفك بتتكلم على مراتك ومراتك بتتكلم عليك، وعاوز الاباء الكهنه يقعدوا وياك، وبتدور على خادم انجيل ان شاء الله يكون حكيم يعرف يدخل في مشكلتك. وهي نفس الكلام حبايبي، هقول لكم على احسن طريق او اقصر طريق علشان تستريحوا. مهما دخل الخدام ورجال الله الافاضل والاباء المحترمين، دعوني اقول لكم ليس عند الانسان حل، لكن الحل عندما نرجع الى رب المجد يسوع. في رجوعنا اليه تبنى الخرب وتتسد الصغر. خلي بالك من الايه دي، اراها الاسيس رائف امبارح لكن لازم اقولها لك تاني. اسمع كده يقول ايه، اذا قفلت السماء وخلتها ما تمطرش، المطر بركه، خد بالك عارفين معناها باللغه البسيطه قوي، منعت البركات عنكم، باركنا بقى اتمنعت. وبعدين بقى ما تفتحها، انت مقفلها ليه؟ مش راضي يفتح. فيقول انا قفلتها، زعلان، صعبان عليا من شعبي، شعبي. اسمع سداني لا اقولها لك، اسمع اسمع كده اقول ايه، اذا اغلقت السماء ارسلت وباء، ارسلت الجراد، ثلاث حاجات. وبعدين اقول ايه، اذا تواضع، لا انا عاوز الكلمه دي تقولها بصوت عال بعد التواضع، اذا تواضع شعبي. مين حافظ بعديها؟ الذين دعيا اسم عليهم. يبقى العتاب مش مع اهل العالم، ده العتاب مع مين؟ شعب الرب اللي دعي اسمه عليهم. عايز يا رب، انا عايزهم يتواضعوا. انت عارف حليم انا قفلتها ليه؟ ايوه يا رب، انا منعت البركه لان عاوزهم يحسوا. انا برسل الجوع والجراد عشان يرفع عنهم علي، انا مش بذلهم، انا بضيق عليهم كي يشعروا. انا عاوز اجاوب على السؤال من على الهواء، لماذا المعارك؟ لماذا الحروب؟ لماذا القتل؟ لماذا الدمار؟ لماذا الطرد من البيوت؟ لماذا الخسارة المادية؟ أين الله من هذه الأمور؟ اتسألت على الهواء هذا السؤال، أين الله من هذه الأمور؟ فأنا التاني جاوبت السائل وقلت له أجاوبك وجاوب اللي زيك، أين أنتم من الله؟ حد معايا؟ أنتم معايا؟ مش أين الله؟ أين نحن من الله؟ ما احنا لو قريبين من الله، الله يعمل كل شيء لخيرنا ولصالحنا. اكرم الذين، من يقول؟ يكرمونني، مش تقول اين الله، اين انت من الله؟ اضيق عليهم كي يشعروا. خلاص حسينا يا رب، اذا تواضع شعبي الذي دعي اسم عليهم، صلوا طلبوا وجهي، حسوا بحضوري، حسوا بمجد وجودي، انا موجود، مجدي ظاهر معلن، طلبوا وجهي. وبعدين يقول ايه، اسمع كده، هي دي الجزئية المهم، ورجعوا، ورجعوا عن طرقهم. ايه ما تقولوا معاي؟ الردية، لازم ترجع، لازم تتوب، لازم تتوب، لازم تحس بالغلط. طب يا رب بنتوب قدامك، حاسين بغلطنا، هتعمل ايه؟ عارف اقولك ايه؟ من السماء اسمع، ادي اول واحدة. طب والتانية؟ اغفر خطيتكم، اشيل الحاجز. والتالتة؟ اشفي ارضيكم، اراضيكم اشفيها لكم، والخير والبركة والعز تيجي عليكم، وعناية على بيتي ومش هنساها أبدا، أكرمكم، أرفعكم، أعليكم، أخلي الناس تحترمكم، كله يدي لك تعظيم سلام. إيه ده؟ رجعنا له. بس مش ممكن نرجع يا صاحبي إلا لما نتواضع. طب ما يرجع هو الأول، ارجع أخونا. طب ما ترجع هي الأول، لا هي ولا أنت، كل واحد ما تقوله معاه يرجع للرب. ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول الرب. بص يا إخوة، في شيء بيضايق ربنا، أنا أقول لكم، تحبوا تسمعوا إيه اللي بيزعل ربنا وإيه اللي بيضايق ربنا؟ أنا قريته بس أنتم ما خدتوش بالكم، لكن هرجع وأقراه مرة تاني. اسمع كده، فأشعياء 58 برضو، خد بالك أقول لك إيه، يقول لك أخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم، اسمع، إياي يطلبون يوما فيوما حسب الظاهر حلوين، ويسرون بمعرفة طرقي. طب كويسين اهو، لا بس خد بالك، كأمة، انتوا خدتوا بالكم معاي؟ في ناس خدت بالها لما قريتها مرتين. كأمة عملت برا، كأمة
حدش واخد باله منها؟ لا طب هقراها لكم من حزقيال، ما دام مش مفهومه دي هتتفهم اللي في حزقيال 33. بص كده في حزقيال 33 وعدد 30، انا عايزك تسمعها، اسمعها صدق. بص كده يقول ايه، اسمع: وانت يا ابن ادم فان بني شعبك، خدوا بالكم المره دي ما قالش شعبي لكن قال له ايه، شعبك. خلاص يا رب ما تحولوا عنه، اسمع يقول له ايه: فان بني شعبك يتكلمون عليك. على فكره بيتكلموا كل خير، اوعى تفكروا ده حزقيال ده نبي من العظام الحلوين. فان بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران. عارفين بجانب الجدران يعني قاعدين في الضله تحت الحوائط، وكل واحد ماسك سيره النبي حزقيال يحكوا عنه. وفي ابواب البيوت، ويتكلم الواحد مع الاخر، الرجل مع اخيه، قائلين: هلم، بيقولوا لبعضهم، خدوا بالكم صدقني، هلم اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. ايه ده عاملين نهضه يعني؟ انتوا مش معايا؟ انتوا معايا يعني بنادوا كمان بايه؟ ما تقولوا معايا بنهضه ونشاط، اهو نهضه ونشاط. طيب وياتون اليك، يعني قالوها وجابوا الناس هجوم، وياتون اليك، اسمع، كما ياتي الشعب، كما ياتي الشعب تمثيليا، اسمع، ويجلسون امامك كشعبي. طيب ويسمعون كلامك، عظيم. وبعدين ولا يعملون به. انتم معايا؟ عملوا نهضه اهو وجو حضر، يسمعون ولا يعملون به. لا كمل، لانهم بافواههم يظهرون اشواقا وقلبهم ذاهب وراء كسبهم. وها أنت يا حزقيال، وها أنت لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف. عارفين يعني إيه؟ الله 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 الله، قعد إيه الجمال ده، حلو. كلام بتاع ربنا يا بلاش، كده يا بلاش، سيبك أنت هالوعظ كده يا بلاش، سيبك أنت هذا الوعظ ماشي. فيسمعون كلامك ولا يعملون به، وإذا جاء هذا لأنه يأتي فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم. بس كن فات الأوان. إن الرب لا يتضايق من خاطي سكير قدر ما يتضايق من شخص ممثل. إن الرب لا يتضايق من اللي خرب البيت في الكازينو قد ما يتضايق من خاطي ممثل. الرب لا يتضايق من واحد بيتعاطى المخدرات قد ما يتضايق من واحد بيمثل التمثيلية على ربنا. ليه؟ لأن عارف إن الشفاء يبدأ من الاعتراف بالمرض. لا يمكن أن تأخذ الدواء إن لم تقتنع أنك مريض، استحالة. تروح للدكتور يوصف لك العلاج تصرفه وتحطه تحت مخدتك ولا تحطه قدامك على الترابيزة وتنام. خدت الدواء؟ لا. طب ما تستفيد ايه؟ ما ينفعش. عندما تقتنع انك مريض وألم المرض يشتد عليك، ما تستناش حد يقول لك خد الدواء، ده انت ايدك تمتد وتاخد الدواء والله يستر عليك، ما تبلعوش كله مره واحده لانك حاسس بالمرض. ان بدايه البركه الالهيه تصل اليك قبل ان تصل الى بيتك، تصل اليك قبل ان تصل الى بيتك عندما تقتنع بحالتك، عندما تكف عن الإيماء بالإصبع. وهي الإيماء بالإصبع، أخبرك هو يا أخي لم إيدك. زمان كان ابني مش موجود، أشكر ربنا لأنه بيتضايق لما بحكي عنه، كان عمره أستأذنك يا ابني معلش غلطت وسامحنا على غلطتي. لما كان عنده 6 سنوات رحت اوعظها، وبعدين بقول ايه، خلي بالك انتبه لما تشاور بصبع على واحد، بص لايدك في 3 بيشاوروا عليك، انت بتشاور باصبع لكن في 3 يقولوا لك انت. ف
فكل ما نروح زيارة في البيت يقول له أنكل، يقول له نعم حبيبي، يقول له خلي بالك يوم ما تشاور بصباعك ثلاثة بيشاوروا عليك. يا ابني ليه بس كده؟ عايز أقول لك لم صباعك ولم إيدك، حلوين حلوين رسل المسيح، حلوين. علمني يا رب، أنا حليم، علمني 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 الحلاوة دي. قال لهم في واحد فيكم هيسلمني. ما بصش كده بطرس على أخوه اندراوس، عمل له كده، عارف أقصد مين؟ آه لا مش عارف، بارتلماوس. قام يوحنا مايل على يعقوب أخوه، قال له عارف مين؟ قال له لا، قال له بطرس كتير الكلام. فكل واحد بيشاور على التاني، لكن حلوين. عارف ليه؟ الرب قال فيكم واحد يسلمني. عارفين عملوا ايه؟ كل واحد اتجه للرب. عارفين يقول له انا يا رب، هل انا يا رب؟ يا رب خلي كل واحد النهارده يقول لك هل انا يا رب. لم ايدك وقول له هل انا يا رب. عاوز تتبني؟ عاوز بيتك يتبني؟ عاوز الثغرات تتقفل تتقفل ويبقى بيتك محفوظ واسوارك مرفوعه وابوابك مش محروقه؟ ابدا بنفسك، ابدا بنفسك. انا نفسي حد يقرا معايا الايات اللي هقولها دلوقتي من سفر ايوب اصحاح 22 وعدد 21. انا نفسي كده نمر عليهم مرور الكرام، واوعدكم هصلي مع اني ما قلتش اللي عايز اقوله. ايه رايكم بقى؟ تعالوا تعالوا نقرا سفر ايوب 22 من عدد 21. شوفوا قول اول العباره ايه. يقول لك ايه؟ اعتقد واضحه قدامكم ولا عايزه تكبير؟ انا شايفها. تعرف به. لا استنوا بس، تعرف به ولا اعرف عنه. انا اؤكد لكم جميعكم تعرفون عنه، واؤكد لاحباء المشاهدين اخوه واخواتي في بيوتهم وبلادهم يعرفون عن المسيح، سواء معرفه حقيقيه او باطله. ما فيش حد ما يعرفش، بس النهارده هو بيقول لك مش اعرف عنه. افتح الانترنت وادخل البالتوك واحكي واتكلم، ودفاعيات وصراع. بقول لك يا حبيبي كل واحد بيقول رأيه. انا مش عايزك تعرف عني قد ما انا عايزك تتعرف قول بي، تعرف بيه. عارف لما تتعرف بشخص هتروح تقول له ايه بقى؟ هتقول له ايه لو انت رايح تتعرف بيه؟ هتقول له ايه؟ حضرتك ساكن فين وانت مالك؟ لا انا اسف اسف، حضرتك موظف فين برضو انت مالك؟ لا انا ما اقصدش، اقصد انت بتاخد مرتب قد ايه؟ ما تخليك حلو. لا انا قصدي حط فلوسك في اي بنك. طب صدقني يطلب لك البوليس. عارف ليه؟ انت كده اثبت انك حرامي، انت اثبت انك حرامي. اللي عاوز يتعرف بواحد، اول ما تعرف بواحد تسلم عليه وتقول له مين؟ يقول حضرتك مين؟ ادي اول حاجه هتقول له حضرتك مين. وقفل القسيس رأف وقال لكم نستمع الآن إلى كلمة الرب على فم الباشمهندس عبد المسيح عبد الملاك، فليتفضل مشكورا. رحت واقف وطلع لكم، قلت لكم أنا مش مهندس. ثانيا أنا مش عبد المسيح، أنا حليم. ثالثا أنا مش عبد أبويا عبد الملاك، أنا أبويا حسب الله وجد عوض. أنا مالا تيجي تسلم عليه حضرتك برا وتقول لي إيه؟ أهلا إزيك يا باشمهندس عبد المسيح. يا أخي عيب عليك. عارف ليه؟ هو قال لكن انا قلت. يا حبيبي خلي الناس يقولوا زي ما يقولوا، خليك مخلص، فالاخلاص اقصر الطرق. تعال له قول له عاوز اتعرف بيك، انت مين؟ ان ما جاوبكش اتصل بي على التليفون، هيجاوبك. صدقني هيجاوبك لاني بحبك. قعد يضطهد الكنيسه وسمى الجماعه دول شيعة الناصريين، بدعه يا اخي، دول عايزين نخلص منهم من الارض. ده حاجه مرار. ايه ده؟ واحد طلع مضل اسمه يسوع طلع لنا بدعة جديدة جماعة قالوا عن نفسهم مسيحيين. بس انا بان شاء الله وبإذن الله وانا من حراس ناموس وشريعة الله هنخلص عليهم بنعمة الله. تعرفين انا بحكي على مين؟ شاول. انت راح مخك فين؟ انا بحكي عن شاول الطرسوسي، والرب في محبة قلبه سابه يعمل اللي عايزه. اتقتل استفانوس، استفانوس شاف الرب مستنيه فوق، وتياب في استفانوس كانت ملقاة عند رجلين الرجل ده اللي اسمه شاول، وكان راضي بقتله. وسيدك سابه واخد رسائل
وما رضيش يتعبه. أول ما قرب يوصل لدمشق وراح ظاهر له، جابه على وشه وعمله عيونه. إيه إيه بس لا سيبك من ده كله، أنا عايز حاجة بسيطة. عارف اللي حصل؟ لما النور كان في الظهر وأشد من لمعان الشمس، قال لك لا ده نور إلهي ونعمة بالله، ده ظهر لي علشان عارف إن راح أخلص عليهم. عارفين عمل إيه؟ الرب كلمه قبل ما يكلم شاول. مرة خادم كان بيخدم قال، والرب قال له شاول يا عم حاسب الله يخليك، الرجل واقع واقع، الواقع طبطب عليه والرب حنين ولطيف، اوعى تفكر عشان صوتي عالي، انا بقى صوتي عالي لان الرب قال نادي، ما تقوله بصوت عالي، بس عارف الرب رقيق وحلو. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ هضطهدك انت وانا قدك. عارفين شاول قال له ايه؟ حد فاكر؟ قال عبارة جميلة قوي. عارفين قال من انت يا سيد؟ ادي اللي عاوز يتعرف، من انت يا سيد؟ مين انت اللي بتكلمني؟ مين انت اللي طلعت اسراري براي؟ مين اللي شاور عليا وعرف ان انا مشكلتي مع مراتي هي؟ ومين عرفها ان انا واقع في المخدرات؟ ومين عرفه ان انا بتاع كذي؟ مين عرفه انت بتشاور على من انت يا سيد؟ عارف لو الرب قال لي شاول انا الله، عارفين شاول ردوا قالوا ايه؟ نعم يا الهي هقطع لك رقابهم كلهم في سوريا. الراجل بيحب ربنا، لكن تفكروا ايه ده؟ دفاعا عن الله. لكن هو بيكره واحد اسمه ايه؟ ما تقول معايا يسوع. عارف هو قال له ايه بقى؟ انا يسوع، انا يسوع. عارفين؟ عارفين معناها ايه؟ انا اللي جيت من السماء علشان خلاصك، انا اللي تألمت على الصليب لاجلك، انا الذي لا اسر بموتك في خطاياك. انت بتتصرف باخلاص يا شاول بس الطريق غلط يا حبيبي، انا يسوع. تعرفوا سفر الرؤيا؟ سفر الرؤيا لعلمكم سفر غضب وويلات ودينونات، لكن عارفين فخر السفر؟ اخر اصحاح في السفر يقول انا يسوع، انا يسوع ارسلت ملاكي لاشهد لكم. الروح والعروس يقولان تعال. طب بس عارفوا ليه؟ ومن يسمع فليقل تعال، ومن يرد، من يرد فلياتي، من يعطش فلياخذ ببلاش. يا سلام لما يقول انا يسوع حتى في سفر القضاء. والليله دي الليله دي انا ما اعرفش الرب حول الخدمه ليك ازاي، الليله دي الرب بيقول لك انا يسوع اللي يقدر يحررك، اللي يقدر يخلصك، اللي يقدر يبني الجدار اللي انهدم، اللي رجع العلاقه بينك وبين مراتك. هتكونوا افضل من الاول، صدقنا هتكونوا افضل من الاول. عارف كل يوم بتكرهها وتبص تقولها، كل ما شوفك بشوف شياطين واقفة قدامي. صدقني يا محبوب لما يتعرف الرب بيك عليك وتتعرف به الليلة دي، تبص لها كده وتقولها ايه الجمال ده، ده انت زي العذراء ماريا. ايه اللي حصل؟ ان كان احد في المسيح ما تقوله، عمار البيوت عليك، بنيان المهدوم عليك. اقروا اقروا معي تعرف به. هقول الكلمة دي بمعنى تاني بحسب ما جت في الأصول، تعرف بالرب وعش معه في سلام، أو وليكن بينك وبين إلهك سلام. بص بعدها إيه؟ بذلك أيوة يأتيك خير، خير وسلام. حلو، واحد يسأل سؤال قبل ما أختم يقول إيه؟ طب وإزاي أنا هتعرف بيه؟ حلو سؤالك جميل. بص بقى هنقراهم قراءة، بص العدد اللي بعده يقول إيه؟ واحد، اقبل الشريعة من فيه، فيه يعني فمه، وضع كلامه في قلبك. يبقى رقم واحد افتح ودانك واسمع، رقم اتنين اللي بتسمعه دخله على فين؟ ما تقول معايا على قلبك. خد بالك انت سمعت، نعم دخل الكلام على القلب. يلا تلاتة، ان يلا الذي تقولها بصوت عالي، ان رجعت الى القدير تبنى، يبنيك انت الاول وبعدين يبني بيك البيوت، يبني. إن رجعت إلى القدير تبنى، يعني حياتك مهدومة. اسمع اللي بعدها، إن أبعدت
ظلما منين؟ من خيمتك. خيمتك جسدك، خيمتك بيتك. طلع الحرام، طلع من جيوبك، طلع من جيوبك. زمان وانا بخدم في بلد كلها مسيحيين، وبعدين اثناء الصلاه بقول طلع من جيوبك، طلع من جيوبك. اتعرف في تاجر مخدرات بروح البلد دي، نصارى بعيد عنك، لا يعرفوا سكه ربنا، قاعدين جنب الجدران والكنايس كلها بالاجراس والميكروفونات فوق السطوح ومحدش داخل. ده جاي عيني لقى النهضه في البلد لها 3 شهور، حب بيعمل ايش اللي يشتري اللي جرى، قالوا له ادخل دخل. فانا بقول دخلت، حط ايدك في جيبك، طلع اللي في جيبك. انت جاي تبيع مخدرات هنا ولا ايه؟ طلع اللي في جيبك، هنزل اطلعهم من جيوبك واطلع على المنبر هفضحك. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا مش فاهم وانا ما اعرفوش. فمال عيني على جنبه عمل له كده، هينزل صح؟ قال له يعملها يعملها. قال له يا خرب بيتي. قال له ايه؟ قال له كل المخدرات في جيبي. قال له خلص، طلع حطهم تحت رجلك ودوس عليهم. راح مطلعهم من الخوف رماهم تحتي، وانا بقول ايه؟ دوس عليها وقول للرب انا خاطر حمني. وداعي لعبة كده حمني، اديني دوست عليهم. حبايبي طلع الحرام. ان ابعدت ظلما من خيمتك، مفيش مسيحية رخيصة، مفيش مسيح يتعامل معانا زي ما انتم متصورين. وطبطب على الخطية، راجعوا عن طرقهم الردية. يا رب بتوب عن الدخان الليلة دي، يا رب هبطل البرشمة والمخدرات، يا رب هبطل الدخول على المواقع الخسيسة الردية، يا رب هبطل الدخول على الأفلام الخسيسة الردية، يا رب بتوب. واحنا بنصلي عايزك تمسك الموبايل ده وتنظفه، حدش فهمني. تنظفه من ايه؟ لا الارقام خليها، نظفه. مش هيغفر لك، مش هيخلصك، مش هيبنيك، مش هيسد الصغر، الا اذا انت خدت خطوه ايجابيه. سيد الكريم، نصف أموالي للمساكين، إن وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف. أرى أنك نبي، لما يجي مسيا يعرفنا. أنا هو الذي أكلمك، تركت الجرة وتركت الرجل المصيبة، كان في البيت مستنية، تركته خلاص ليترك الشرير طريقه. ما تقولوا معاه، ورجل الاسم افكاره وليتوب الى الرب فيرحمه. الهنا يكسر الغفران، توب الليله دي، ابعد الظلم من خيمتك. خلاص ان رجعت الى القدير تبنا، ان ابعدت ظلما من خيمتك. ها العدد اللي بعده اللي بعده اللي بعده. والقيت ايه؟ دي للمتدينين بقى، التبر الذهب. ما تتكل عليه في برك، ارمي كل ثوب برك البال اللي انت لابسه، سيبك من اللي انت عملته من صالحات. انت تحتاج ان تلبس المسيح، وتحتاج ان دم المسيح يطهر من كل خطيه. القي التبر على التراب، وذهب اوفير بين حصى الاوديه. اسمع الايه، العدد ده يكون القدير تبرك وفضه اتعاب لك. نكمل، لانك حينئذ تتلذذ بالقدير، ترفع الى الله وجهك، تصلي له فيسمع لك، نزورك توفيها، وتجزم أمرا فيثبت لك، وعلى طرقك يضيء نور. اسمع اسمع دي، إذا وضعوا تقول رفع. اسمع اسمع، ويخلص ولا إيه؟ ويخلص إيه يا رهالي؟ المنخفض العينين. كمل كمل، ينجي غير البريء. كمل، لا مش وينجي، وينجى بطهارة يديك، ينجيك انت وبيك ينجي الآخرين. تقول أمين؟ طب الرب عاوز يشتغل الليلة دي، من ناوي توب؟ من ناوي
مش حط ايده في قلبه، حط ايده في في جيبه، لا ما يحطش ايده، حط ايده على قلبه وقول له راجع عليك، راجع عليك. انتوا معايا ولا لا؟ خلوا بالكم معايا، دي اشاره كده ماشي. خلي بالك معايا، خلي بالك معايا. بص يا اخوه، انا بتكلم وبعلي صوتي، بس خدوا بالكم ربما لا يقوم احد منكم للصلاه، لكن انا متاكد غيركم يشاهدنا ويسمعنا يصلي مع الاهل. ايه رايكم بقى؟ بس فازوا بيها اللي بيشوفونا على التلفزيون، وانتوا اللي قاعدين قدامي ما فزتوش بيها. اللي ناوي يتوب، على فكره عايز اقول لكم على شيء، التوبه مش للخاطي بس، والتوبه للمؤمنين. اذكر من اين سقطت ايه وتوب، بيتك مهدوم، خدمتك وقفت، مالكش نشاط في الكنيسه، ويا ريت ساكت يعني واقع وعمال تقول اصلك كمان الكنيسه، مالها الكنيسه؟ قوم الاول. حد عاوز يتوب؟ تاني هقول التوبه للمؤمنين والتوبه للخطاه. حد عايز يتوب يقف يصلي معايا قدام ربنا؟ يلا بينا، يلا بينا، يلا نصلي. تعالى يا اخ، تعالى يا خان. امين. كن مخلص مع نفسك، حدش هيأمرك. اوعى تفكر في امر من على المنبر ليك من المتكلم. بوستاجي وصل لك رسالة ربنا، وصل لك يا أختي رسالة ربنا. في حاجة أنت شايفها مش مظبوطة، فرصة المؤتمر للإصلاح والعلاج. قول له بتوب، بين وبين الأخ ده مشكلة، وبين وبين مراتي في مشكلة، مش قادر أحب سين من الناس. يا رب بعلن توبة قدامك، ما أقدرش من نفسي، لكن توبني توبني توب. تعرف لو منك أصرخ بكل قلبي توبني فأتوب، توبني الليلة يا رب، توب شعبك يا رب. إخواتي بعد رسالة الدعوة إلى التوبة ما تنسوش، يا إما بناء يا إما هدم، يا إما تتقفل الصغر يا إما تتفتح الأبواب. تعالوا نتوب، تعالوا نتوب ونرجع. يلا نصلي. كمل صلاتك قدام الرب، سامعك هو، سامع الأنات الداخلية. أنا عايز أجي لك يا رب، اسمع كده الكلام ده، وإذا كان بيعبر عنك كله أمين. عايز أجي لك يا رب، هل خاطي زي ضعيف إنه يجي لمحضرك؟ صعب ومخيف والشر زاد وامتلك، اللي خاطي زي ضعيف انه يجي لمحضرك. ماضي صعب ومخيف والشر زاد وامتلك، انا عايز اجي لك ناديني، افتح لي باب للرجاء. أنا جرحي نافذ وعيني مكسورة ومحرجة، عايز أجي لك ناديني، افتح لي باب للرجاء. أنا جرحي نافذ وعيني مكسورة ومحرجة، مكسورة ومحرجة. أنا عارف إنه في دمك كسر قيود الحديد، اقبلني عبدك وابنك، اخلقني من جديد. أنا عارف إنه في دمك كسر قيود الحديد، اقبلني عبدك وابنك، اخلقني من جديد. عايز اجيلك وخايف اضعف تاني وارجع، ضمني قولي هسندك وفي وقت الضعف هرفع. انا عايز اجيلك وخايف اضعف تاني وارجع، ضمني قولي هسندك وفي وقت الضعف هرفع، وفي وقت الضعف هرفع.
قول معايا كده، أنا جاي وأملي تكون لي أبويا وسندي الشديد، ماليش بديل تاني سواك أنت أملي الوحيد. أنا جاي وأملي تكون لي أبويا وسندي الشديد، ماليش بديل تاني سواك أنت أملي الوحيد. خلينا بلل كتافك بدموع توبتي وصلاتي، وابدأ اليوم معاك بداية جديدة لحياتي. خلينا بلل كتافك بدموع توبتي وصلاتي، وابدأ اليوم معاك بداية جديدة لحياتي، بداية جديدة لحياتي، بداية جديدة لحياتي. اديها لك الرب النهاردة، بداية جديدة لحياتي. يا روح قدس الله، اقبل كل توبة شخص صادق حقيقي جاي قدامك، سواء من المشاهدين عبيدك اللي محتاجين توبة، اللي سمحت ان الطرق المتنوعة تنقلهم كلمة الله، اللي سمحت يا رب في مراحمك انك تروح للبلاد المختلفة وتدعي القاعدين لوحدهم في الغرف الآن، وتدعيها دلوقتي يا رب وتكلمها دلوقتي يا رب. مش اللي انت كلمتهم كانوا من فترة قصيرة بيوجهوا لك صلاة ويقول لك يا رب لو انت موجود كلمنا، اديك اتكلمت يا رب من فضلك، ترجم هذه الكلمات بالروح القدس للقلوب. انا بقول لك عزيزي المستمع، اخويا اللي قاعد معايا، مش انت من كام يوم ولا من كام شهر قلت له كلمني ساعدني وجهني؟ اهو الرب من محبته اتحنن عليك ووصل لك الكلمة بالآية والحكاية والمثل والعظة والنشيد والترنيم، عشان بيحبك، مفيش سبب تاني، عشان بيحبك وانت غالي عليه. املى حياتي يا رب بالتوبة، بالتوبة. ادي الرب استجاب وعمل اللي عليه، ومش مطلوب منك تعمل حاجة عشان تخلص، لكن ان تقبله في حياتك. مش دي كانت صلاتك من فترة؟ تقول له كلمني، اهو كلمك. اقبل الكلمة بفرح وقول له حياتي ملكك يا رب، ادخل لحياتي، ادخل لحياتي، انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، جاي لك خاطب رقني وشفيني. بصراحه وان كانت الترنيمه صاحب الترنيمه او صاحب الترنيمه مش قادره تشخص، بس انت رب اللي تشخص. طب المريض يروح للطبيب وهو اللي يشخص، وهو اللي يكتب له العلاج، وهو اللي يكتب له طريقه اخذ العلاج ويدي له امل انه هناك شفاء. ويسوع بيقول لك انا واخد بالي من مرضك وعايزك تخف. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. يقول له كده، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني يا يسوع، أنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الاسر وحقك بيحررني. انا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الاسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف قوي، انا جاي حزين عزيني، انا جاي خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. انا جاي ضعيف، انا جاي حزين، انا جاي خاطب رقني وشفيني.
بحنانك وارويني ارويني إلهي بيري جفت يا رب وانت عندك الري والشفاء جاي لك أعلن إفلاسي حبيبي وانت تشفيني انت تشفيني انا جاي ضعيف قويني انا جاي حزين عزيني انا جاي خاطي برقني واشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك ورويني انا جاي ضعيف قويني انا جاي حزين عزيني انا جاي خاطي برقني واشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك تغمر قلبي بحنانك ورويني نفسي أتجاسر وأطلب طلب بعد ما الرب تكلم لنا تعرفوا الحرب موجهة على البيوت الحرب موجهة على الأزواج والزوجات العدو شايف إنه الكنيسة هتتدمر لما البيوت تتدمر والمجتمع هيتدمر لما البيوت تتدمر هطلب طلب هطلب طلب أتمنى كل زوج وزوجة يطلعوا الأزواج لو مراتك موجودة لو زوجك موجود بليز تعال قدام تعال حط إيدك على مراتك وقول يا رب أنا بأمر عليها بركة وحط إيدك على زوجك وقول له يا رب أنا بأمر لزوجي ببركة تعالوا نعمل كده تعالوا نعمل كده تعالوا نعمل كده وأنا هطلب مراتي تيجي تعالوا نعمل كده تعالوا ربنا عايز يشفي بيوتنا ربنا عايز يشفي بيوتنا خد خطوة جريئة بالإيمان النهاردة عايز بيوتنا تشفى لما بيوتنا تشفى كنيسنا بتشفى ومجتمعنا هيشفى ربنا هيبارك المجتمع اللي احنا فيه أنا عايز جسارة إيمانية تعال تعال ربنا آمر ببركة صدقوني آمر ببركة وإحنا كخدام هنيجي كلنا هنيجي وعايزين كلنا النهاردة نقول لإبليس مالكش مكان فينا مالكش مكان في بيوتنا تعالوا نعمل كده ناخد خطوة جريئة بالإيمان الرب عايز يعمل حاجة جديدة في حياتنا حاجة جديدة في بيوتنا مش عايز ولا زوج ولا زوجة يقعدوا لو فعلا انت عايز تطيع الكلام اللي قاله الرب النهاردة وان الرب هيعود تاني بإحياء جديد تعرف لما بيقول لملاك كنيسة أفسس عندي عليك شيء انك تركت محبتك الاولى تعرف ربنا النهاردة بيقول لكل زوج وزوجة عندي عليكم شيء انكم تركتوا محبتكم الاولى المحبة الاولى محبة الخطبة الاولى محبة الفرح الاول الهانيمون اللي احنا عشناه زمان بفرح تعالى تعالى يا إيهاب تعالى انا عايز تعالى يا سماح انا عايز كل زوج صدقوني ربنا النهارده افتكر كنت في كلير واتر من حوالي يمكن 8 9 سنين وربنا ملأ قلبي كان فاميلي كونفرنس كانوا عائلات زوج ازواج وبعدين قلت لهم تعالوا نعيد الفاوز تعالوا نعدد نجدد العهود تاني واتذكر واحد من الاباء الازواج بص على مراته وهو بيجدد العهود وقعد يبكي بحرقه قال لها ولا مره من يوم ما اتجوزنا ولا مره حبيتك زي ما المسيح احب الكنيسه سامحيني انا بقول لك سامحيني انا بقول لك بامانه سامحيني وهي قالت له انا النهارده اعلن ان انا هخضع ليك واحبك زي ما الكنيسه بتحب المسيح وتخضع له ربنا عايز يبارك زوجاتنا وأزواجنا عايز يبارك بيوتنا أتمنى ما حدش لزوج ولا زوجة يقعدوا ربنا عايز يعمل شفاء وأنا بطلب أنا هنزل معاكم كلنا هنصلي وكلنا هنقول يا رب تعالى ألا تعود أنت يا رب ألا تعود أنت يا رب وتحيي بيوتنا ألا تعود أنت يا رب وتحيي مراتي من جديد ألا تعود أنت يا رب وتحيي زوجي من جديد ألا تعود أنت يا رب وترجع المحبة الأولى تاني على بيوتنا من جديد ربنا عايز يعمل
إحياء على بيوتنا. هو ده اللي أنا بصلي من أجله النهاردة. والرب موجود. حط إيدك على مراتك، حط إيدك عليها وامسك إيدها، قول له يا رب أنا ما بأمر ببركة على مراتي يا رب، بأمر ببركة على جسدي الحلو اللي أنت اديتهوني يا رب. يا رب من النهاردة أنا هعلن قدامك إن أنا أحب مراتي زي ما أنت بتحب كنيستك. إدينا أحبها بجد بإخلاص يا رب، unconditionally، بدون يا رب شروط يا رب. هي فيها ضعفات بس املأ قلبي، ما كنيستك مليانة بالضعف يا رب، ما احنا مليانين بالضعف يا رب، لكن حبيتنا ليك كل المجد وما زلت بتحبنا ومحبتك لا تسقط ابدا. هللويا. وقول يا رب انا ببارك زوجي يا رب، انا بشكرك لاجله يا رب. الايام اللي فاتت كنت مليانه بالكلام السلبي، بالكلام الجراح، بالكلام الناشف يا رب. النهارده انا بامر ببركه عليه يا رب. احنا الاثنين هنقف في الصغر، احنا الاثنين هنرمم، احنا هنرمم كل حتة اتكسرت ووقعت. الخرب القديمة مش هيبقى لها مكان جوه بيوتنا يا رب. ابليس هيطرد من برا البيت، هيطرد برا البيت، ما لهش مكان في بيتنا يا رب. يا رب انا بصلي النهاردة، بأمر يا رب ليا انا ومراتي، ليا كل زوج وزوجة يا رب. يا رب النهاردة ايدك تمتد بالبركة عليهم، ايدك تمتد بالبركة عليهم يا رب. هنقولها زي ما قالها يشوع قديما، ما الكتاب وقع من بيوتنا سامحنا يا رب، ما المذبح وقع من بيوتنا سامحنا يا رب، ما حياتنا بقيت قدام التيفيز ولا واعي لمراتي ولا حاسس بيها، ما انا حياتي بقيت في القيل والقال والنميمه والتليفون. يا رب سامحني يا رب. يا رب هنرجع تاني باحياء، باحياء منك. هتعود بحياه على بيوتنا، هتعود بحياه يا رب على ازواج وزوجات. هتبدا من الليله دي بحياه جديده وبقلب جديد وبفرح جديد وبالحب تاني. الحب تاني يرجع جوه البيت، ونكرم بعض ونكرم بعض ونخضع ليك ونخضع بعض بعضنا لبعض ونرفعك، وتبقى انت ربا على البيت يا رب. هتبقى رب على البيت، رأس البيت يا رب، رأس البيت يا رب. باطل باطل يتعب البناؤون ان لم يبن الرب البيت. النهاردة انت بنيت بيوت جديدة. كلام اخويا النهاردة ما كانش من فراغ يا رب، الكلام ده عشان عايز تبني فينا، عشان كنيستنا تبنى، وعلشان مجتمعنا يبنى، وعلشان اولادنا يكونوا ليك في الطاعة وعارفين الكتاب، ونقدر بدل ما نقول لهم ويشوفوا خناق ويشوفوا كلمات سلبية جراحة، يشوفوا كلامك فينا وحياتنا تمجدك، هم اولادنا يكونوا ليك يا رب. يا رب في اسمك المعبود، يا رب في اسمك المعبود، بركة على كل زوج وزوجة في المكان، بركة على كل أسرة يا رب. يا رب إحياء جديد يجي على بيوتنا، تعود أنت فتحي بيوتنا، ترجع المحبة الأولى اللي وقعت من بيوتنا، المذبح اللي اتهدم ترجعه تاني يا رب، نكرمك تاني يا رب، يكون اهتمامنا بيك وتكون ربا على الكل، رب على مراتي ورب على زوجي، رب على أولادي ورب على بناتي. يا رب أنت تكون رب للبيت وسيد البيت. يا رب مجدك على بيوتنا يرى، مجدك على بيوتنا يرى. لما بيوتنا تكون ليك، كنيستنا تكون ليك، والمجتمع يكون ليك يا رب. يا رب في اسمك المبارك بأمر ببركة يا رب، بأمر ببركة يا رب على بيت النهاردة، وانت المبارك، وبركة على كل زوج وزوجة قدامك في اسم ربنا الحبيب يسوع. لكل المجد. آمين. بيوت عبيدك تحفظها، تمد ايدك وتصنها، بيوت عبيدك تحفظها، تمد ايدك وتصن. قول معايا. بيوت عبيدك تحفظها، تمد ايدك وتصنها، صوت الترنم يغمرها، تيجي بحضور ملموس، مفيش مثيلك يا غالب، تصنع لشعبك عجايب، وتحفظه من التجارب، وابليس يعود مفروس. يا عالي يا قدوس، يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك، جايين بهيبه قدام جلالك. يا عالي يا قدوس، بالدم شعبك اتقاس،
المقدس عمل صليبك يا مخلص واحنا جينا لك نتخصص شعب المسيح مفروض عشان كلامك انت الحق وغير كلامك ما هوش حق هنرفضه ونقول له لا وبالوصايا نلوز يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك يا عالي يا قدوس هللويا هللويا